اللبنانيون يسعون لجني الغضب في الساحات، يطالبون بالعدالة للمدينة الجريحة، ينتظرون أن ترسو التحقيقات على المتسببين بانفجار المرفأ، يجددون تأكيدهم على فقدان ثقتهم بالطبقة السياسية. حناجرهم المليئة بدخان الانفجار تهتف أمام البرلمان: نحن الشعب، يسقط المجلس. على الطرف الآخر، كان الأمن يطالب المتظاهرين بضرورة ضبط النفس ويكثف استخدام الغاز المسيل للدموع، في حين سمعت أصوات إطلاق نار في عمق العاصمة. وسط الاحتدام في الشارع وتعامل الحكومة الباهت مع التطورات، ستبقى بيروت على ما يبدو مدينة مشتعلة. أهلا بكم في سوريا اليوم. إذن تظاهر آلاف اللبنانيين وسط العاصمة بيروت تحت شعار يوم الحساب، وطالبوا بمعاقبة جميع المسؤولين عن التفجير الهائل في مرفأ بيروت. وقال الصليب الأحمر إنه نقل عشرات المصابين والجرحى بعد اشتباك مع قوى الأمن بتزامن مع اقتحام المتظاهرين مبنى وزارة الخارجية اللبنانية، منددين بالحكومة الحالية. التقرير التالي والتفاصيل. صوت فاصل بين الضحية والحسام، ولد أطاح بكل ألواح الوصايا والمرايا. قد يكون الشعر في لحظة ما يعبر عن رؤيته السياسية. تبدو اليوم بيروت كذلك، هي الصوت الفاصل بين الطبقة السياسية وبين انفجار غصتها قبل انفجار مرفأها. لكنها اليوم نذرت نفسها للإطاحة بالرموز الحاكمة، وخرج المتظاهرون وسط بيروت تحت شعار يوم الحساب، فانطلقت الدعوات بكل الساحات تحت اسم علقوا المشانق. بيروت من غضب شعبي منقطع النظير. لم تشهد بيروت هذا الغضب حتى في حقبة السبعينيات أثناء الحرب الأهلية والطائفية. توافد المتظاهرون تباعا إلى العاصمة اللبنانية وسط إجراءات أمنية مكثفة. ستفقد الرمزيات السياسية معناها الواقعي أمام تنديد المتظاهرين بها. حاول المحتجون الوصول إلى مدخل البرلمان، لكن عناصر الأمن أطلقت القنابل المسيلة للدموع في محاولة لتفريقهم. هل هو يوم دموي آخر في عمر بيروت؟ 17 فرقة من الصليب الأحمر اللبناني استجابت للمظاهرات وقالت إنها نقلت عشرات الجرحى والمصابين، ولا تبدو أن سخونة المشهد الحالي ستنتهي عما قريب. لم يصل المتظاهرون إلى البرلمان، لكنهم اقتحموا وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت، وسرعان ما سجلت مواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين، ودعت قيادة الجيش اللبناني إلى ضبط النفس حسب وصفها. الشارع اللبناني المنفجر قبل انفجار المرفأ يزداد انفجاره توسعا في وجه الطبقة الحاكمة، ويدور السجال حول إمكانية انتهاء التحقيق في 5 أيام، إذ لم يتبقى على انتهائه في هذه الحالة سوى يومين. بهذا المعنى انقسمت الطبقة السياسية بين من يريد أن يكون التحقيق دوليا وبين من يريد عدم تدويله، إلا أن السلطات اللبنانية أصبحت فاقدة للثقة لدى الشعب، مستدلين بتضارب الروايات الرسمية حول أسباب الانفجار. لا أحد يعلم إلى أين ستتجه الأمور وإلى أين ستنزلق، لكن الثابت أن أحداثا تاريخية سابقة أدخلت لبنان في متاهات سياسية ونتائج صفرية انعكست على صورة انقسامات وصراعات ما زالت تلقي بظلالها على الشارع اللبناني. فهل يحسم الحراك الشعبي اللبناني مصير الحكومة ومصير التحقيق، أم أن الفيصل والحكم سيكون بمؤثرات إقليمية ودولية؟ لكن الخبر البارز: لبنان في مواجهة الانفجارات الغامضة والواضحة في آن واحد.
لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلي في الاستوديو الكاتب والصحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين، ومعنا عبر سكايب من بيروت علي حيدر المحلل السياسي، وتنضم إلينا عبر الهاتف دوجا داود الناشطة في الحراك الشعبي من بيروت. أيضا أرحب بكم جميعا، وأبدأ معك سيدة دوجا، يعني وأبدأ معك من آخر التطورات التي رشحت وربما هو حديث حسان دياب، هل تجدون فيه أنتم كحراك أي استجابة للمطالب التي طالب بها اللبنانيون خلال هذا اليوم؟ مرحبا، اهلا، يعطيك العافيه. بصراحه ما سمعت سؤال حسان دياب اليوم، كنا عم نقتل بالشوارع، كنا زلنا مواطنين غاضبين لحتى نعبر عن لنشيع الضحايا اللي بالجريمه المجزره المهوله اللي قتلت بيروت كلياتها بناتها وشوارعها واشغالها وارزاقها وكل شيء ببيروت مات، حرفيا مات. زلنا لنشيع بيروت ونحن العايشين الناجين من هيدا الانفجار. بدنا نسيا حالنا ونسيا الضحايا، ما سمعت سؤاله. طيب سألخص لك أهم العبارات سيدة دوجا، سألخص لك أهم العبارات. قال بأنه يعد اللبنانيين بأن لا تمر كارثة المرفأ من دون محاسبة، وأكد أنه لا خيمة فوق رأس أحد، وتحدث أيضا عن ضرورة أن يكون هناك انتخابات مبكرة لمجلس النواب. يعني هذا ملخص ربما عن أهم نقطتين تحدث بهما. تمام. اولا حسان دياب بغض النظر عن حديثه اليوم او حديثه السابق، حسان دياب هو شخص قلنا لا ثقه في الشارع عندما اتت حكومه حسان دياب، وهو اتى غصب عن الناس اللبنانيين في عهده يتم ممارسه العسكره وقمع الحريات على جميع الاصعده من اصغر قضيه لاكبر قضيه. نحن لا نثق بهذه الحكومه، لا نثق بهذه السلطه، لا نثق باليات المحاسبه الموجوده بالنظام اللبناني، هذا النظام الذي لم يرسل عسكري واحد إلى البيوت المدمرة في بيروت المنكوبة اليوم، للملمة الأشلاء، للملمة الأشخاص العالقين تحت الركام، للملمة البيوت والركام الموجودة على الطرقات، لم يرسلوا أحدا للإغاثة، لكنهم أرسلوا جميع العناصر لقمع اللبنانيين اليوم لأننا غاضبين بسبب هذه الجريمة. هم وضعوا قنبلة بين بيوتنا، فلا ثقة بهذا النظام قبل حسان دياب وبعده. نعم. طيب أذهب إلى المحلل السياسي من بيروت السيد علي حيدر، بينما نشاهد الآن أيضا على الشاشة هذه اللقطات من وسط بيروت. طيب أعتقد أن السيد علي حيدر جاهز معنا. سيد علي، إن كنت تسمعني، ما هو ملخص البرنامج الذي يطالب به المحتجون اليوم؟ اول شيء مساء الخير لك ولضيوفك. انا عم بحكيكي من هون من ساحه الشهداء، بس لحتى ازيد لعنكم كمان تم تحرير وزاره الاقتصاد، نحن هلا عم بدخل وزاره الاقتصاد اللبنانيه وتم تحريرها، والان القوى الامنيه ترسل قنابل المسيله للدموع صوبنا باتجاهنا. انت عند وزاره الاقتصاد نريد... سيد علي؟ صحيح صحيح. نعم. نريد الان مطلبنا الوحيد الان ايقاف الدعارة السياسية التي تمارسها السلطة اللبنانية، إيقاف الدعارة السياسية. ما تمارس السلطة اللبنانية الآن هو دعارة سياسية بامتياز. حكي حسان دياب بدون ألقاب هو حكي داعم، يريد أن يسكت الشارع بخطابات رنانة ما ممكن. دعنا نبتعد عن بعض الأوصاف سيد علي، يعني يصلني صوتك متقطعا بعد الشيء، وأتفهم مقدار الغضب الذي تحمله. اوكي، بكل بساطة نحن مطلبنا واضح، المحاسبة، وليس المحاسبة لبعض الأشخاص اللي تحت، المحاسبة من رأس الهرم السياسي إلى أسفله، كلهم مسؤولين، كل واحد منهم مسؤول، ليس فقط هذه الحكومة ولكن الحكومة التي قبلها، وكل القوى السياسية مسؤولة، ليس هناك من خيمة فوق رأس أحد، أو أول المسؤولين هي الحكومة الحالية ورعاتها، لأنه هذه حكومة المستشارين. رعاة حكومة المستشارين هن الأول بالمسؤولية، حزب الله، التسوية السياسية، التيار الوطني الحر، حتى المستقبل، حتى كل الأطراف السياسية اللي كانت مشاركة بالحكومة هيدي والحكومة اللي قبلها. هيدي الكمية من المتفجرات اللي كانت موجودة بين بيوت اللبنانيين لم تأتي اليوم، أتت من حوالي 6 سنوات، وكلهم كانوا عارفين فيها، وكلهم كانوا عم بيحاولوا يتاجروا فيها. كرمال مليون دولار، كرمال مليون دولار سعر بضاعة مثل هيدي، قرروا يدمروا بيروت، ما كانوا حاولوا يتخلوا عنا ويستغنوا عنا.
هيدا اللي عم بصير هلا بالبلد، هيدا البلد تدمر كرمال مليون دولار، كرمال 2700 طن. طب ما المطلوب الان سيد استاذ علي؟ ما الذي تطلبونه الان؟ مش مطلوب اقل من راسهم، المطلوب هو راسهم، المطلوب انه يتحاكموا كلهم، مطلوب تعليق المشانق كما قلنا اليوم في الساحه في بيروت، المطلوب تعليق المشانق. نعم. المطلوب سحبهم من بيوتهم وسحلهم في الشارع. نعم. في عندنا 5 واكثر من 200 قتيل وهن بعدهم عم يمارسوا علينا الدعاره السياسيه. طيب سيد علي، تعمل الحكومه الان على تحقيق، هل يقبل الشارع بالتحقيق الذي يجري؟ هناك انقسام على ما يبدو حتى بين المسؤولين وحتى في الطبقه السياسيه نفسها على ان يكون هناك تحقيق دولي، كيف تنظرون انتم الى الامر؟ لا سيما انهم يتوقعون صدور نتائج خلال 3 ايام. اول شيء لا ثقه لدينا باي شيء، لا بثقه لدينا لا بهذه الدوله ولا باجهزتها. نحن طلعنا ب 17 تشرين لانه هيدي الدوله ممنوسه فيها ولا باجهزتها ولا بتحقيقاتها، كانت واضحه، صار لنا 40 سنه عم نشوف نفس النموذج يتكرر ويتكرر ويتكرر. خلص نحن ليس لدينا ثقه بهذه الحكومه، الشعب اللبناني ليس لديه ثقه لا بالسلطه ولا بنتائج تحقيقاتها ولا باي شيء. انا بدي اعتذر منك، بدي بوجه لك الكاميرا بس للمحل عم تنزل فيه القذائف على العزل في بيروت لحتى تشوفيهم. هذا محيط وزارة الاقتصاد سيد علي. صحيح، هيدا موقف يسمى موقف العزارية، هيدي بنات العزارية وزارة الاقتصاد هون، وهذا الموقف. هل تستخدم أسلحة في هذه المنطقة من قبل قوات الأمن؟ بالوقت الحالي الذي يستخدم هو القنابل المسيل للدموع. كان في هناك صوت سيارات إسعاف سيد علي. صحيح صحيح، لانه في عدد كبير من الجرحى، كان في رصاص مطاطي، طلع رصاص حي بس ما عرفنا بالضبط وين وباي اتجاه. هذا اللي عم بتشوفوه عم ينزل هي القنابل. كم تبعد هذه النقطه عن ساحه الشهداء سيد علي من اجل من لا يعرف المنطقه ان يستطيع تصور مدى المظاهره الان؟ ليس كثيرا، هي بعيده عن ساحه الشهداء حوالي 20 متر مش اكثر. كان هناك شيء ما يلتمع في الجو، هل تعرف ما هو؟ صحيح صحيح، هذه قنبله مسيله للدموع، يستخدمون قنبله مسيله مثل الدموع مثل القنابل العنقوديه، تفلش في الهواء وتسقط باتجاهات مختلفه. نعم. طيب سأحاول العودة يعني مع هذه اللقطات التي نستمر بمشاهدتها من النقطة التي يقف فيها السيد علي حيدر قرب وزارة الاقتصاد في بيروت. أعود للناشطة في الحراك الشعبي دجا داود. سيدة دجا، هناك من يقول أن المحتجين اليوم لا يملكون قيادة واضحة تستطيع أن تنقل مطالبهم إلى الطبقة السياسية، وحتى إذا كان هناك تفاوض ربما على مستوى أعلى على مستوى دولي، حراك كهذا هل تعتقدين أنه يحتاج قيادة بالفعل وهل هي متوفرة؟ بس بدي اوضح انه انا مش ناشطه بالحراك، انا مواطنه لبنانيه ادافع عن حقي وانا صحفيه لبنانيه. وكل المواطنين سنحاول تعديل الصفه سيده دجا. نعم. من بدايه هذه الثوره، ثوره 17 تشرين، لا تفجير مرفق بيروت والمجزره اللي ارتكبها النظام اللبناني بحقنا كمواطنين، نحن عم نحاول نبني مشاريع وعم نحاول نبني مجموعات، هناك مجموعات كثيرة تشكلت، هناك أحزاب تأسست، هناك كثير منظومات عم تنخلق من رحم هيدا الحراك. نحن أشخاص مواطنين عم نطالب بحقوقنا، ما منوثق بهيدي السلطة وما بدنا نتفاوض معها، بل عم نطالبها بالرحيل كلياتها، ومش بس عم نطالبها. ليس هناك أي تواصل دجا؟ ليس كلا، هناك مجموعات هي بتقرر عن نفسها ممكن تكون عم تتواصل، انما نحن كمواطنين لا نريد ولا ثقه بهذه السلطه ولا نريد التفاوض معها ولا التواصل معها. طب هل يحاولون هم التواصل مع الحراك؟ يعني خاصه ان هناك من يخشى استثمار الحراك سياسيا من بعض الاطراف. اكيد اكيد، انما محاولات النظام اللبناني للتواصل مع اي شخص او اي مجموعه هي من جهه الاسكات، يعني من نظره انه نحن سنتفاوض مع هذا الشخص، سنقدم له ما يريد، فليسكت وليسكت الجميع من خلفه ونقمع الشارع. هناك عسكره، ليس هناك مفاوضات من هذه السلطه، وليس وهذه السلطه لا تقدم حلول، هي فقط تقتل.
نعم سيد عبد الرحمن، أود أن أعود إليك إلى ما تحدث به حسان دياب منذ قليل. في أي سياق تراه؟ يعني هناك من يراه ربما محاولة يائسة منه لامتصاص غضب الشارع أو لإيصال رسائل معينة. السلطة السياسية بلبنان بالعموم كل ما تحاوله هو امتصاص غضب الشارع بقدر ما هو وضع اليد على الجرح والقول أن هنا هذه المشكلة. يعني رئيس الوزراء حسان دياب قال سنحاسب المقصرين. المقصرين يعني المدراء العامين ومن هم تحتهم المسؤولين عن هذه الأزمة، هم تم تعيينهم سياسيا من قبل السلطة الموجودة والحكومات التي قبلها، وكان عند كل تعيين اسم شخص من هؤلاء يعني تحصل مساجلة في مجلس الوزراء، ويقوم الحزب الفلاني أو الحزب الفلاني بتعطيل البلد لأسبوع أسبوعين وثلاث أسابيع ربما شهر وشهرين من أجل تسمية فلان أو تسمية فلان، ثم يأتي الآن ويقول سنحاسب فلان الذي نحن عيناه، بمعنى قد لا يعينه حسين دياب لكن عينه حلفاؤه في السلطة وهم دعموه وغطوه في الكثير من الخروقات السابقه وفي كثير من الاشكالات السابقه وفتحت تحقيقات سابقه وبرئوا هؤلاء، ثم يقال انه سنحاسب فلان او فلان. من يحاسب في الاساس هو السلطه السياسيه التي اوصلت هؤلاء والتي غطتهم على مدار سنوات سابقه وربما كانت شريكه لهم في الفساد. كلامه بانه لا خيمه على راس احد، الا يوحي بان يكون هناك مساءله حتى للطبقه السياسيه نفسها؟ البارحه يعني حصل مشهد يعني اثار الكثير من السخريه ونفس الوقت الغضب. يعني ما حصل ان مدير عام الامن العام، عفوا مدير عام الجمارك بدري ظاهر، رفض الامتثال الى الشرطه العسكريه للحضور بدعوى أنه لم يبلغ حسب الأصول، مع العلم أن البلد الآن هو تحت قانون الطوارئ وبالتالي لا ضرورة لتبليغه حسب الأصول، لكن هو حتى البارحة في أوج الغضب كان هناك محاولة للتهرب من التحقيق من قبل جهة مدعومة من حزب سياسي معين، من قبل أحد المتهمين أو أحد المتورطين في هذا الإهمال، على الأقل هو اسمه إهمال، وأدى إلى الوصول إلى هذا الموضوع. وبالتالي الناس لا تريد وعودا بطبيعة الحال، نحن الناس تلقت وعود على مدى السنوات، على مدى أكثر من 30 سنة من الوعود، وهذه الحكومة قدمت الكثير من الوعود ولم تفي بشيء، والحكومة التي قبلها قدمت الكثير من الوعود ولم تفي بشيء. لكن يعني قد يقول قائل في هذا السياق فلينتظروا فقط نتيجة التحقيق والتي هي عبارة عن أيام. نحن حتى اللحظة هناك وثائق أساسية ينبغي أن تخرج للعلن، فقط الوثائق المراسلات الرسمية حول هذه الشحنة حتى الآن لم يخرج منها إلا القليل تم تسريبه للإعلام لغرض التغطية على فلان أو اتهام فلان. حتى اللحظة لجنة التحقيق لم تقدم المعلومات الأساسية التي ممكن استخراجها بنصف ساعة، يعني وكأنه لكنهم حجزوا على أموال البعض وكان نعم على بعضهم، لكن حتى اللحظة لم يخرج. أربعة أيام مضت معلومات أساسية جدا لم تخرج على وسائل الإعلام عبر بيان لجنة التحقيق التي أحد المتهمين كان عضوا فيها. يعني فبطبيعة الحال هم قالوا خمسة أيام، الآن مر أربعة أيام على الموضوع وحتى اللحظة لم يخرج حتى بالمعلومات الأساسية. نحن لم نقل كيف حدث الانفجار، حتى السياق العام وهذه الشحنة كيف أتت، وإن كان جرى تلحيم يوم الانفجار أم لا، وكل هذا الموضوع حتى هذه اللحظة لا نعرف. حتى هذه اللحظة لم نعرف لماذا استدعي فوج الإطفاء ليطفئ الحريق مع علمهم جميعا أن هذه المواد قابلة للانفجار. هذه الجريمة الأخرى، يعني هو الموضوع ليس جريمة واحدة، ما حصل في بيروت هو مجموعة جرائم متراكمة بدءا من تخزين الشحنة وأيضا الخروقات التي تمت عبر مراسلات غير قانونية، محاولة لتبرير وجود هذه الشحنة في مرفأ بيروت. وعندما حصل الحريق ولا نعرف كيف حصل حتى اللحظة وما هو سببه الرئيسي، تم استدعاء الاطفاء ولم ينذر لمده 40 او 50 دقيقه. كان المفترض خلال هذه الفتره بين اشتعال الحريق وحصول الانفجار الكبير 40 او 50 دقيقه كان ينبغي ان يصدر تحذير للسكان المناطق المجاوره من اجل الاخلاء. هذا لم يحدث وكان شيئا لم يكن يعني. وبالتالي هي مجموعه جرائم متراكمه واطراف عديده متورطه بها. هؤلاء الاطراف هم موظفين كبار، موظفين نعم، لكنهم مغطون من قبل أحزاب سياسية متنوعة اتفقت فيه وخلال سنوات يعني فساد وخلال سنوات وهذه سنوات. الأحزاب يعني هي تختلف على كل شيء إلا على يعني حسان دياب قال بأن أي تحقيق يجب أن يجيب على أسئلة الشارع التي تطرحها حضرتك وليس فقط أسئلة القضاء. أعود إلى علي حيدر. سيد علي، هل تتوقع أن يكون هناك زج لمتظاهرين مقابل آخرين الآن خلال الحراك؟ هذا السيناريو دائما وارد، الاحزاب اللبنانيه شاطره كثير بهذا السيناريو وجربوا صراحه من شوي عملوها ولكن اين سيد علي؟ ما الذي حدث؟ يعني جربوا بعض الناس من منطقه الخندق ينزلوا صوب ساحه الشهداء ويصدموا مع المتظاهرين بسبب المشانق وسبب تعليق
التعامل قسم فقير، التعامل باستهزاء بمعصورة لأمين عام حزب الله ونبي بري. فعشان هيك الغضب الشعبي دائما جاهز حتى يكون الرد من قبل السلطة على المتظاهرين. هل تعتقد أنه كان هناك تحريك من قبل نبيه بري نفسه، أم أن الأمر قد جاء عفويا يعني بدافع من الناس؟ يعني بعد هذا العمر ببيروت ما في شيء اسمه عفو، ما في شيء اسمه عفو بهذه المواضيع، ما في شيء اسمه عفوية بهذه المواضيع. لما العالم بتكون بعد أشلاء العالم بعد على الأرض، هن مانعين منعين فرق اطفاء امبارح، فرق اجنبيه دوليه تفوت على المفرق على المرفق لحتى تفتش على جثث العالم، وزعلانين لانه في صوره تعلقت على مشنقه وبيبعثوا العالم تضرب بتضرب المتظاهرين. هذا بعتقد منه عفو. هيدي الحكومه هناك محاوله اذا لارسال رسائل لمن هم في الميدان. ساعود اليك سيد علي، لكن اسمح لي ان اذهب الى مراسلتنا من بيروت نور طوق، وهي معنا الان من قلب ساحه الشهداء. نور، ان كنت تسمعينني ضعينا في صوره اخر التطورات، اين وصل المتظاهرون الان؟ نعم، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. انا حاليا متواجده في وسط العاصمه بيروت في ساحه الشهداء. يعني فعلا هذا السبت كما أطلقوا عليه المحتجون اسم سبت المحاسبة، يعني لا يشبه أي، يعني هذه التظاهرة لا تشبه أي تظاهرة منذ 17 من تشرين الأول. اليوم المتظاهرون أعدادهم بالآلاف، هناك عدد كبير من المتظاهرين يطالبون، يعني يحملون شعارات منددة بالسلطة الحاكمة، منددة بمجلس الوزراء، بمجلس الحكومة، بالنواب، بكل من غطى عملية يعني تخزين هذه المواد المتفجرة في مرفأ بيروت. هناك يعني كما لاحظنا من خلال يعني تعقب حركة المتظاهرين، هناك إصرار كبير من قبل المتظاهرين بالبقاء. يعني اليوم لاحظنا أن عناصر الشرطة لمجلس التابعة لمجلس النواب وحتى الأجهزة الأمنية تصرفت بعنف كبير منذ بدء يعني التجمع اليوم. بدأت بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، ما زالت مستمرة بإلقاء القنابل المسيلة للدموع بشكل يعني بعدد كبير. نور، كان هناك أيضا هناك أصوات أيضا رصاص يعني حتى منذ أكثر من ساعة، كان هناك أصوات حتى رصاص تم كثيفة عند البرلمان. تم إطلاق الرصاص الحي، تم إطلاق الرصاص الحي وأيضا الرصاص المطاطي على المتظاهرين لفض التظاهرة ولإبعادهم عن المباني في وسط العاصمة بيروت. ولكن هناك إصرار من قبل المتظاهرين بالبقاء، يعني هذه السياسة المتبعة من قبل السلطة لم تنجح اليوم. هناك إصرار من قبل المتظاهرين بالبقاء في هذا الاعتصام. يعني الأعداد كما ترون ما زالت تتزايد، يعني الأجهزة الأمنية ما زالت مستمرة بإلقاء القنابل المسيلة للدموع. الصليب الأحمر بحسب يعني الإحصائية الأخيرة أفاد أنه عالج ميدانيا حوالي 150 إصابة هنا في وسط العاصمة، وتم نقل أكثر من 30 إصابة إلى مراكز الصليب الأحمر القريبة أو إلى المشافي القريبة. عفوا، يتم الآن في هذه الأثناء إلقاء القنابل المسيلة للدموع بشكل يعني كثيف. يعني أود أن يعني تسمع أيضا يعني رأي الناس والمتظاهرين هنا. نعم، تفضل. ماذا سيقولون في هذا النهار؟ اليوم نزلتوا العدد كثير كبير مثل 17 20، شو نزلتوا تقولوا اليوم للسلطة الحاكمة؟ نحن نزلنا نقول لهم إنه كفى، خلص بكفي بقى، 100 سنة حكمونا اهلنا، هن اللي دينونا، نحن هلا عم ندفع الدين اللي هن اللي دينوه اهلنا. فنحن بنطلب منهم انه خلص يفلوا بقى، بكفي. شو في هالمنظر هيدا؟ مش حرام؟ بعدين عم يوصل لنا كمان رصاص حي، هذا الشيء غير مقبول نهائيا نهائيا. نطلب منهم انه يفلوا، خلص ما بدنا نحكي نعلي صوتنا اكثر من هيك، انه خلص بكفي بقى. ما فلحوا بشيء لا بوزاره الاقتصاد ولا بالسياحه ولا بالطاقه ولا بشيء ابدا ابدا، وعدونا وكان وعد كله كاذب. فبطلب منا منهم يفلوا ينقبروا، خلص بكفي بقى. اليوم رجعتوا نزلتوا على الشارع، شو نزلتوا تقولوا؟ شو بتعلق على الانفجار اللي صار من يومين ببيروت؟ بقول عن جد عيب، عن جد عيب عليكم. نحن شعب منكوب، نحن شعب منا فقير، نحن شعب غني كثير، بس الدولة سرقتنا، هلكتنا، جوعتنا. أنا جاي من أقصى الشمال، جاي لهون على بيروت، يعني من آخر لبنان جاي لهون، كرمال وصل صرختي للمجتمع الدولي مش للبنان، لأنه سرقونا والمساعدات الدولية عم تيجي على لبنان عم يسرقوها مرة تانية. بتمنى ينتبهوا عليها أو يحولوها للمراكز الخيرية، يعني المهم توصل صح، توصل للشعب. شكرا لك. طيب، يعني كما ترون هناك صرخة من قبل
يعني هناك صرخة من قبل الشعب بإزاحة هذه السلطة الحاكمة من مراكزها، والسلطة يعني لا تصغي. في كل مرة الشعب ينزل إلى الشارع يواجه بهذه الطريقة قنابل مسيلة للدموع. يعني اليوم الشعارات التي يحملها المتظاهرون تطالب باستقالة كل السلطة الحاكمة التي مرت على لبنان منذ 30 عام، وتطالب بمحاسبة كل من كان مسؤول عن تخزين النترات الأمونيوم بمرفأ بيروت. وأيضا يعني ما أود الإشارة إليه هو أسلوب التعامل مع المتظاهرين اليوم، إن كان من قبل الأجهزة الأمنية أو من قبل شرطة مجلس النواب التابعة لنبيه بري. يعني شرطة مجلس النواب بالعين الأم رأيناها ترمي الحجارة على المتظاهرين. من الذي أطلق الرصاص الحي؟ من الطرفين استخدم الرصاص الحي؟ هم يعني شرطة المجلس أيضا تقوم برمي الرصاص المططي على المتظاهرين لإبعادهم عن يعني محيط مجلس النواب. يعني هناك، ولكن المتظاهرون اليوم يعني مصرون على البقاء. ويعني نلاحظ هل هناك تحضير لاعتصام المتظاهرين؟ هل هناك تحضير لاعتصام؟ نعم، هل هناك تحضيرات لاعتصام؟ هل تتوقعين يعني ذلك نصب لخيام أو غير ذلك؟ نعم، يبدو أن الاعتصام اليوم لن ينتهي. هناك نصب للخيام في ساحة الشهداء جنبنا. هناك يعني المواطنون يؤكدون أنهم باقون هذه المرة. طيب، إلى حين محاسبة الفاسدين. أود أن أفهم منك أيضا نعم، أين هناك تحركات؟ أنت الآن بالقرب من البرلمان، أين هناك تحركات أخرى أيضا؟ يعني هناك متظاهرون وصلوا إلى وزارة الاقتصاد، آخرون اقتحموا وزارة الخارجية. نعم، هل هناك مخططات أو تحركات باتجاه مؤسسات أخرى؟ يعني اليوم عدد المتظاهرين كما ذكرت كبير جدا، وهم منتشرون في مختلف شوارع بيروت، يعني في مختلف الأحياء. يعني أعداد منهم اقتحمت وزارة الخارجية، وعدد آخر منهم اقتحم وزارة الداخلية وأيضا وزارة الاقتصاد والبيئة، وحتى منذ قليل تم اقتحام مبنى جمعية المصارف. كل هذه المباني المتواجدة في محيط العاصمة بيروت، هناك تجمعات جنب مجلس الوزراء وأيضا جنب مجلس النواب، وهنا في ساحة الشهداء يعني عند تقطع الصيفي هناك تجمعات كبيرة للمتظاهرين. يعني اليوم أعداد المتظاهرين تساعدهم في اقتحام كل هذه المباني. هل لديك فكرة عن تحركات مضادة للمحتجين المتواجدين الآن أمام البرلمان؟ يعني هلا هنا في هذه المنطقة ليس هناك احتجاجات مضادة، ولكن على جسر الرينج المقابل لنا يعني وصلت معلومات منذ قليل أن هناك بعض العناصر الحزبية التابعة لحزب الله ولحركة أمل تطارد المعتصمين هناك على جسر الرينج، ويعني ترمي عليهم الحجارة وتحاول تخويفهم. يعني كالعادة هذه سياسة حزب الله وحركة أمل في لبنان، تخويف الناس وتخويف المتظاهرين لردعهم ولفض اعتصاماتهم. ولكن كما قلت يعني مرارا وتكرارا، هناك إصرار اليوم من قبل اللبنانيين بسبب نقمة الشعب اللبناني مما جرى في مرفأ بيروت. يعني ما زالت الأشلاء يعني هناك التفتيش ما زال جاري عن المفقودين، يعني يجدون الناس أشلاء في مرفأ بيروت. لذلك هناك نقمة كبيرة، ولكن يعني السلطة تعامل الشعب اليوم بطريقة غير مقبولة. يعني هناك عدد كبير من القنابل المسيلة للدموع ترمى بين الناس، وهناك إصابات كثيرة. يعني خلال هنا تغطيتنا تعتقدين إصابات في الوجه، في العيون، في الرأس. نعم، يعني هذه، هل تعتقدين أن العدد أكبر من الأعداد التي يتحدث عنها الصليب الأحمر؟ نعم، يعني أعتقد ذلك بسبب الزحمة هنا، بزحمة الناس. هناك أشخاص يعني مصابون، ولكن غير قادرون على الوصول إلى الصليب الأحمر. يعني منذ قليل رأينا بعض الأشخاص المحمولين، هناك إصابات يعني مصابين بعيونهم أو برأسهم أو بوجههم بسبب الرصاص. أود منك نور نقطة أخيرة، هل رصدت أي تفاعل سياسي أي تفاعل من قبل المسؤولين مع ما يحدث الآن؟ تصريحات معينة لفتتك مثلاً؟ يعني كلا، للأسف ليس هناك تفاعل. اليوم نقمة المتظاهرين على كل السلطة السياسية، والنقطة الأساسية التي أود الإشارة إليها
هو وجود أشخاص هنا كانوا يعني ينتمون إلى أحزاب معينة واليوم هم بين الناس يطالبون بإزاحة كل هذه السلطة الحاكمة. لم تصدر أي ردة فعل من السياسيين. طيب. رئيس مجلس الوزراء حسان دياب منذ قليل صرح ولكن لم يعلق على هذه التحركات بل علق على الانفجار الذي وقع في المرفأ. وأيضا أود الإشارة إلى أن هذه السلطة الحاكمة اليوم قطعت كل يعني الإنترنت عن محيط هنا التظاهرة وكل الناس هنا غير قادرين على التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه نقطة مهمة جدا وقد تكون خطيرة موضوع قطع التواصل عن مناطق المظاهرات. أشكرك شكرا جزيلا. حتى أنا كمراسلة لم أتمكن من التواصل معكم لهذا السبب قطعوا الإنترنت بشكل كامل. على كل سنبقى معك وأنت في ساحة الشهداء في برامجنا ونشراتنا اللاحقة. أشكرك شكرا جزيلا مراسلتنا من وسط بيروت نور طوق، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية. من باريس ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية في جامعة السوربون السيد خلدون النبواني. أستاذ خلدون أرحب بك، كيف يرى الفرنسيون اليوم وكيف ينظرون إلى ما يحدث في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، لا سيما أن هناك من يرى بأن فرنسا وكأنها فوضت دوليا للتعامل مع ما يجري في لبنان؟ أهلا بك وبالسادة المشاهدين. يعني لبنان بشكل واضح حاضر لدى الفرنسيين، ليس فقط كذكرى لاستعمار قديم أو لمستعمرة قديمة، وإنما أيضا وبشكل أساسي لحضور لبناني واضح وكثيف في الحياة اليومية الفرنسية. هناك لبنانيون كثر في فرنسا، بعضهم يحتل مواقع حساسة سياسية حساسة، بعضهم لديهم مراكز مرموقة، وبالتالي أيضا لبنان إذا حاضر بشكل أو بآخر في الوجدان الفرنسي والوعي الفرنسي. طبعا هذا أيضا لو عدنا إلى الجانب الاستعماري، لبنان أيضا يثير ذكريات استعمارية قديمة، وهناك مصالح حقيقية لفرنسا في لبنان، وبالتالي هناك ما بين التعاطف مع هذا الشعب المظلوم حقيقة من قبل السياسيين والتدخلات الخارجية الكثيرة بما فيها الفرنسية أيضا. وهو أوصل ماكرون بوضع ماكرون خلال زيارته أوصل رسائل قاسية يعني إلى الطبقة السياسية في لبنان، كيف يمكن أن يتعامل الآن مع إطلاق النار على المحتجين في الشارع بعد أن نزل هو إليهم شخصيا وسمع مطالبهم؟ يعني ذهب ماكرون وهو على وعي تام بأن الطبقة السياسية يعني غير مرحب بها، على وعي بشكل واضح بتوازنات القوى ما بين الطوائف والأحزاب اللبنانية. كان هذا جوابه حينما سئل أكثر من مرة وبإلحاح حول وجود حزب الله في لبنان، وبالتالي هو ذهب بصيغة الواثق من نفسه الذي وعد بجملة من الوعود. قد يكون مؤتمر المانحين غدا في باريس هو استجابة أو يعني إيفاء بأحد الوعود. الآن أيضا إمكانية التدخل الفرنسي حقيقة بعيدا عن الحضور الاستعراضي لماكرون الذي كان في شوارع بيروت وفي مؤتمراتها الصحفية يظل هامشا محدودا، وبالتالي يعني ليس هو اللاعب الوحيد، ليس اللاعب الأقوى، ليس الأول في المنطقة. هناك يعني لاعبون إقليميون ودوليون كثر. طبعا ستجب فرنسا وتستنكر، ولنتذكر أنه رغم أنها ليست اللاعب الأساسي إلا أنها لديها قدرة على التأثير والفعل. لنتذكر أن جاك شيراك قد قاد بشكل أساسي المجتمع الدولي لفرض القرار السابع في مجلس الأمن من أجل انسحاب القوات السورية المتواجدة في لبنان إثر قتل رفيق الحريري، الذي كل الدلائل والتحقيقات والمحاكمات تشير إلى أن نظام بشار الأسد هو وراء هذا القتل بشكل أساسي. وبالتالي فرنسا اليوم أيضا قادرة رغم هذا الهامش المحدود على تحريك المجتمع الدولي، سواء في منح يعني بعض المساعدات إلى اللبنانيين، وأيضا في محاولة فرض نفسها. فرنسا واعية برأيي على أن قواعد اللعبة والتوازنات القديمة في لبنان على وشك أن تتغير. ورغم أن حزب الله هو القوة الأساسية في لبنان، هو الدولة ربما التي تهيمن على الدولة،
يعني دولة داخل دولة، ولكن نظام إيران ككل كمركز وأطراف على وشك التصدع، هي ما أسميه حكومة الرجل المريض الآن في الشرق الأوسط، وبالتالي هناك إمكانية لإعادة ترتيب الأوراق بشكل أو بآخر. هل لدى فرنسا الرغبة الحقيقية بأن يتغير النظام من جذوره بالفعل؟ هل هذا هو العقد السياسي الذي تحدث عنه ماكرون؟ نعم، يعني بشكل واضح كان ماكرون أوصل رسالة إلى اللبنانيين يعني بوضوح، أنتم تطلبون مني عودة الاستعمار الفرنسي أو مساعدتكم، أنتم من عليكم أن تقوموا بهذا. هو أشار إلى أن الطبقة السياسية فاسدة، هناك فساد، وضع شيء يشبه خارطة الطريق، مجموعة من التوصيات لن أقول المطالب، كان واضحا في هذا. ولكن أيضا هو حرص، وهو يعرف أنه لا يمكن العودة للانتداب الفرنسي، حرص أن يؤكد للبنانيين أن لبنان بلد ذو سيادة، يعني لديه حكومة منتخبة بين قوسين منتخبة، ولكن هذا ما يقوله. أيضا علي أن أشير إلى أن الكلام الدبلوماسي الصريح أمام الإعلام ليس هو كل ما يقال أو يفعل، ليس كل ما يفعل بشكل أساسي من قبل فرنسا. طيب. أظن أن هناك أشياء كانت مسكوت عنها، هناك مصالح اقتصادية فرنسية في عهد الإعمار، هناك شركات فرنسية تريد الاستثمار، ولهذا كان ماكرون أول زائرين. هناك منافسة ليس فقط مع إيران من أجل أن تضع فرنسا يعني يدها بشكل أو بآخر على تحريك اللعبة السياسية في لبنان، ولكن أيضا هناك منافسة مع تركيا التي تستعد أيضا للدخول وبقوة إلى الساحة. وكان هناك وفد رسمي اليوم، وهو اليوم ثاني وفد رسمي يرسل ربما إلى لبنان، وكان الأمر لافت. سأعود إليك سيد خلدون، ينضم إلينا من بيروت عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان. كما كنا نتحدث سيد توفيق، الرسائل التي أرسلها ماكرون إلى الطبقة السياسية وإلى حزب الله، هل هي تثمر الآن في التعامل مع الشارع؟ نرى الرصاص يطلق على المتظاهرين، مراسلتنا وشهود عيان آخرين يتحدثون عن أنه كان هناك تحرك ربما من أنصار حزب الله ضد المحتجين مقابل البرلمان. لا يصلني صوتك سيد توفيق، لا أدري إن كنت تسمعني. أنا معك. نعم، أنا تفضل. معك. تفضل. بس ممكن تعيد السؤال لو سمحتي؟ كنت قد سألتك، أن كنا نتحدث عن رسائل ماكرون التي أوصلها للطبقة السياسية ولحزب الله، هل تعتقد أن هناك تجاوبا مع هذه الرسائل؟ حزب الله أبدى ربما مرونة من خلال خطاب حسن نصر الله أمس، ولكن اليوم نرى تعاملا مختلفا مع المحتجين. يعني بدون شك الرئيس ماكرون جاء بعنوان عام، وأعتقد أنه جس نبض أيضا عندما طرح ما له علاقة بالعقد السياسي والاجتماعي الجديد في لبنان. وأظن أنه ضمن هذه الأحرف الأولى لهذه الرؤية يعني يمكن أن تكتمل، وبالتالي يمكن يعني أن يكشف عن بنودها التفصيلية في الزيارة الثانية لماكرون إلى بيروت في أيلول المقبل، يعني بعد أقل من شهر، بعد أسبوعين تقريبا. وأعتقد منذ الآن في كلام عن أنه إطلاقه لعقد سياسي واجتماعي جديد في لبنان هو منسق مع أكثر من دولة إقليمية، يقال أنه مع مصر ومع إيران، ويكون هذا الثلاثي هو راعي لحوار لبناني من أجل الوصول إلى نظام سياسي جديد في لبنان وميثاق وطني جديد وصيغة جديدة. هذا ما يريده هو، لكن مدى تفاعل الآخرين معه؟ يعني إذا أردنا إسقاط هذا التفاعل مع ما يحدث في الشارع، تحدثت مراسلتنا منذ قليل عن أن هناك أنصارا لحزب الله ونبيه بري يحاولون الاعتداء على المتظاهرين. يعني طبعا هذا شيء، والرؤية الأولية لماكرون شيء آخر. أنا أعتقد عندما يتم عندما تنعقد طاولة الحوار ويجلس عليها كل القوى السياسية التقليدية أو القوى السياسية الجديدة أو المجتمع المدني ويتوصلون إلى صيغة وسطى، أنا قلت أنه هذا هو بداية مشروع أو بداية رؤية برعاية ثلاثية،
وبالتالي اعتقد بانه الكل يعني تقريبا او الاكثريه الذين يعملون في السياسه في لبنان اصبحوا على قناعه بضروره الذهاب نحو ميثاق وطني لبناني جديد، والا لبنان ذاهب نحو الموت المطلق. لكن يبدو ان المحتجين يعني لا يريدون ان تقوم بهذه المهمه القوى التقليديه، يريدون تغييرا جذريا. سيدتي حكما عندما نتحدث عن صيغه جديده نتحدث عن تغيير في النظام، نتحدث عن وجوه جديده، ونتحدث ايضا عن برامج جديده، وربما ايضا عن احزاب جديده. بس هنا ايضا يعني اود ان اشير الى مساله غايه الاهميه، انه حتى هذه القوى التقليديه والقوى الفاعله لها جمهورها. يعني في الانتخابات النيابيه الاخيره التي جرت في العام 2018 حصلت على 48% من يعني او الذين شاركوا بالانتخابات 48%، يعني نصف الشعب اللبناني تقريبا او اقل من نصفه بقليل هو من جمهور هذه القوى التقليديه، او لنقل 40% او 35%. بالتالي انه هذه النسبه لا تستطيع ان تقولي سوف نرميهم بالبحر. طيب. لذلك مطلوب مصالحه تاريخيه، مصالحه تاريخيه بين كل الاطراف وعلى قاعده مراجعة سلوك كل الطبقة السياسية السابقة التي أفسدت البلد وبالتالي أحرقت البلاد وقتلت العباد أيضا. بس بالأخير أنه الشراكة هي التي أعتقد قد تكون المدخل الأساسي لحل جديد في لبنان على قاعدة بناء وطن جديد ومساق وطني جديد، مش بالإلغاء. أنا أعتقد أنه الإلغاء يؤسس لنزاعات وصراعات جديدة، ولكن الشراكة على أساس بناء دولة القانون وبناء دولة العدالة وبناء دولة المواطنة، بحيث أن كل مواطن يجد نفسه تحت العلم اللبناني وتحت النشيد الوطني اللبناني وتحت الخطاب الوطني اللبناني، هذا هو المدخل. هلا الإشكال هنا أين؟ الإشكال هنا أنه في نظام سياسي قائم على المحاصصة. ماذا لو احتدت الأمور في الشارع أكثر من ذلك؟ هل يبقى الباب مفتوحا أمام مصالحة كهذه؟ لا، طب انا اقول انه المصالحة تأتي بعد الحوار وبعد ابتسام معالم نظام سياسي جديد في لبنان، وبالتالي بعد صيغة سياسية جديدة في لبنان، بعد ذلك تأتي المصالحة. وبالتالي فإنه أي مصالحة الآن لا معنى لها. بس كمان هناك يعني نوع من المخاوف ونوع من الخشية أن ينزلق الوضع الأمني في لبنان إلى درجة غير مقبولة، وهذا يشكل خسارة لكل اللبنانيين. لذلك يعني في شعارات تطرح تزيد من الانقسام، وفي ايضا تجاهل من قبل السلطه التقليديه ايضا لما حدث من كوارث متعاقبه ومتلاحقه بلبنان، ايضا هي التي ادت الى اشتعال الوضع وبالتالي نزول الناس الى الشارع. فالذي يريد اوكي، يا اهلا بك، اشكرك شكرا جزيلا. توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. نبقى مشاهدينا مع هذه اللقطات التي تاتينا مباشره من بيروت من ساحه الشهداء، وعلى ما يبدو هناك بعض الاشتباكات التي تدور في هذه المنطقة. Thank you.
إذن هذه اللقطات تأتينا مباشرة من وسط العاصمة بيروت، من ساحة الشهداء والتي تشهد مظاهرات بالآلاف من اللبنانيين منذ ظهر هذا اليوم. انطلقت المظاهرات من شركة الكهرباء وتوجهت إلى أمام البرلمان اللبناني، أمام مجلس النواب، وقوبلت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في بعض الحالات. أكثر من 110 من المصابين بحسب تصريحات الصليب الأحمر جرحوا خلال المواجهات والاشتباكات مع قوات الأمن اليوم. طيب، ونحن نشاهد هذه اللقطات أعود لضيفي في الاستوديو. سيد عبد الرحمن، هل تتوقع تحركا داخل مجلس النواب؟ يعني كان هناك استقالات اليوم، الشارع يدعو بشكل موجه، يعني الاحتجاج أصلا انطلق أمام البرلمان. هل تعتقد أن يكون هناك انتخابات مبكرة؟ أنا رأيي أن حتى الانتخابات المبكرة هي الآن طرحت من قبل الرئيس حسان دياب، لكنها لا تكفي لعدة أسباب. أن المشكلة هي في النظام نفسه، حتى لو أجرينا انتخابات وفق أفضل شروط لن تفرز أكثرية بطبيعة الحال، وسنعود إلى النظام الدستور هذا الذي ينص على المحاصصة والطائفية، وبالتالي أي نخبة سياسية ستأتي ستغرق في لعبة المحاصصة. لابد فعليا لنجدة لبنان من إعادة إنتاج نظام سياسي وليس فقط طبقة سياسية جديدة، بمعنى أن نتخطى فكرة المحاصصة إلى فكرة وجود دولة حقيقية مؤسساتية. من يحكم في السياسة يحكم، لكن تبقى المؤسسات تسير وفق آلياتها. ينبغي رفع جزء كبير من سلطة السياسيين على المؤسسات الرسمية، لأن السياسيين أصبحوا هم من يعرقلون عمل المؤسسات الرسمية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ينبغي التقدم نحو التعديل في النظام السياسي اللبناني وإخراجه من فكرة المحاصصة الطائفية، لأن المحاصصة الطائفية هي التي تغطي الفساد، وهي التي تغطي السلاح المتفلت، وهي التي كما تفضل السيد تمنع إنتاج طبقة سياسية بطبيعة الحال. يعني توفيق شومان طرح فكرة غاية في الأهمية، وهي أن القوى التقليدية لها جمهورها أيضا، ويمكن أن يكون صندوق الاقتراع مختلفاً عما نراه في الشارع اليوم. كيف ترى؟ القوى التقليدية تملك نفوذ، تملك مؤسسات دولة، هي من توظف الناس في الوظائف الحكومية، هي توظف من أصغر مدرس مدرسة ابتدائي في أي مدرسة في لبنان إلى 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 أعلى مركز، هي مسؤولة عن توظيفها، وبالتالي هي تملك شبكة مصالح معقدة، تمسك الكثير من الناس بأرزاقهم، تمسك بمفاصل المجتمع اللبناني، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على صندوق الانتخابات عمليا في تغيير. اصلا ايضا هذه القوى حتما نراها الان مباشره، يعني تحاول اعاده انتاج الخطاب الطائفي لاعاده شد العصب الطائفي، لان القوى السياسيه الان في لبنان تقريبا لا تملك برامج سياسيه، هي لم يبقى لها من الوجود سوى شد العصب الطائفي، والعصب الطائفي للاسف لا يزال يؤتي مفعوله. ما نراهن عليه نحن ان هناك وعي تدريجي بدا ينشا تدريجيا تحديدا لدى فئه الشباب بتخطي الانقسامات الطائفيه. نحن لكي نجعل هذا الوعي يستمر يعني خلال السنوات المقبله، لابد من اصلاح في الدستور اللبناني، لابد من اصلاح العمليه السياسيه، وهو ما طرحه الرئيس ماكرون لما تحدث عن ميثاق اجتماعي جديد. هذا الميثاق الاجتماعي الجديد هو الكفيل، مجرد اجراء انتخابات هو سيغير ربما، يعني هذه القوى السياسيه الحاليه ستخسر جزء، لكنها لن تأتي أكثرية من أي طرف قادر على حكم البلد. وأصلا الدستور لا يمنح الحكم إلا لمن يملك أكثرية الثلثين، وهذا مستحيل عمليا أن تستطيع أي قوة سياسية اليوم في لبنان أن تحقق أغلبية الثلثين رغم كل ما نراه من اعتراض من قبل الشعب. وبالتالي محاولة إدخال هذا الحراك في لعبة السياسة والتمثيل السياسي والبرامج السياسية برأيي هو محاولة لحرقه. اليوم نحن أمام سلطة هي المسؤولة عن إعداد مرحلة انتقالية، وإن لم تستطع فلتترك الموضوع للمجتمع الدولي. لكن إذا لم يأخذ الحراك زمام المبادرة، فأي تغيير سياسي أو أي واقع سياسي جديد سيكون مفروضا من قبل القوى السياسية نفسها. لذلك يسألون اليوم، هل هناك من ممثلين للحراك؟ هل يستطيع لعبة التمثيل هذه لعبت مع الحراك ليس الآن ولا السنة الماضية، منذ السنوات الماضية، منذ احتجاجات عام 2014 وعام 2016 كان دائما يطلب من الحراك أن يفرز مجموعة تمثله للمفاوضات وتمثيله أمام الدولة اللبنانية. بعد ذلك هؤلاء الأشخاص الذين يتم تسميتهم تشن ضدهم حملة تخوين وتسرب لهم يعني كثير من التهم أغلبها غير واقعي من أجل تشويههم، وبالتالي يتم تشويه
تشويه الحراك وتخوينه ووصفه أنه تابع لسفارات وغيره. المتظاهرون أدركوا ذلك، أدركوا أن فكرة التمثيل السياسي فكرة مستعجلة جدا، ليس مسؤوليتهم هم فرز أحزاب سياسية في هذه اللحظة، المسؤولية هي في تغيير مسار الدولة من 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 أساسه. النظام السياسي التوافقي لا يمكن أن ينتج أي إصلاح سياسي، هو غطاء يستطيع حزب واحد في لبنان أن يعطل الدولة لأجل تمرير ملف أو بند صغير لمصلحة خاصة له، ولا يمكن أحد أن يمنعه من ذلك، وهو يتحصن بحجج الطائفية وبحجج الميثاقية وبحجج أن الدستور يسمح له بذلك، وبالتالي المنظومة السياسية نفسها لا تسمح بأي إصلاح حقيقي في لبنان، وبالتالي لأن الإصلاح ينبغي أن يكون من فوق، ينبغي إصلاح المنظومة السياسية، المنظومة الدستورية، المنظومة القانونية. عند ذلك لو حصلت انتخابات فعليا ستؤدي إلى نتيجة يريدها الشعب. لماذا تعتقد أن المحتجين ركزوا اليوم على البرلمان؟ يعني لماذا اختاروا البرلمان لبدء الاحتجاجات ليس مقر الرئاسة؟ الدستور اللبناني هو الدستور برلماني، لبنان جمهورية برلمانية، بالتالي الصلاحية الأساسية هي للحكومة مجتمعة تنفيذيا وتشريعيا للبرلمان اللبناني. اليوم البرلمان اللبناني هو يمثل تقريبا جميع الأحزاب اللبنانية، والمتظاهرون يريدون أن يقولوا أننا نحن لا نثق بكل الطبقة السياسية، نحن ضد كل هذه الطبقة السياسية، نحن من وجهة نظرا أن هذه الطبقة السياسية هي حال واحد، هي 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 يعني هي تحيي بعضها ببعضها عبر شد العصب الطائفي، وبالتالي من الواقعية أنه فعلا ليس هناك طرف واحد يتحمل مسؤولية الأزمة في لبنان، الأزمة الممتدة في لبنان، الجميع شارك فيها، الجميع مسؤول عن خروقات أكبر خروقات، الجميع مسؤول عن ترسيخ الفساد، عن تدمير الدولة، عن تدمير المؤسسات وعن تدمير الاقتصاد اللبناني. لا أحد في القوى السياسية اللبنانية الآن يستطيع أن يقول أنا لست مسؤول، أنا لست مشارك في هذا الدمار، إلا إن كان هو فلن يمارس دعاية سطحية. والأمر متغلغل حتى داخل المؤسسات. سيد خلدون أعود إليه، حتى الفرنسيون يعرفون ويصرحون بأن الفساد ليس فساد طبقة سياسية فحسب، بل هو فساد المؤسسات، وهم يتحضرون الآن لمؤتمر مانحين ويريدون المساعدة. كيف يمكن تمرير المساعدات حتى وإن كانوا يريدون استثناء الدولة؟ هل من السهل عمل ذلك عندما نتحدث عن بنى تحتية، عن مرفأ، عن صرف صحي، عن كهرباء؟ كيف يمكن استبعاد مؤسسات الدولة الغارقة بالفساد حسب تعبيرهم؟ نعني برأيي أن الفاسدون في لبنان هم من سيستفيد أيضا من هذه المساعدات، التي رغم تأكيد ماكرون سواء للسيدة اللبنانية حين سألته، حين طلبت منه لا تدفع الأموال لحكومتنا، أو لتأكيده تأكيد القائمين على المؤتمر الفرنسيين والأمم المتحدة إلى أن المساعدات ستمر عبر منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. طبعا كما حصل في سوريا برأيي، يعني سواء في المساعدات، تحكم نظام الأسد بإيصال المساعدات والمعابر إلى ما هنالك والاستفادة حاشيته وشبيحته منها، هذا ما سيحصل في لبنان. وبالتالي يعني هذا الجانب السلبي الذي حصل والكارثي والمحزن حقيقة سيكون أيضا طوق نجاة للفاسدين. حزب الله سينتعش اقتصاديا قليلا، سيتحكمون بشكل أو بآخر بهذه المساعدات، حتى وإن لم تكن مساعدات مالية وإنما مساعدات عينية أو غذائية أو دوائية أو لوجستية أو إلى ما هنالك. وبالتالي هناك يعني الآن نجد ذلك حتى في إقرار محاسبة المسؤولين، هم من طبقة ثانية، لم يكن هناك واحد من السياسيين، لم يتم فرض حظر على واحد من السياسيين الكبار، مجموعة من الموظفين الأصغر حجما وتأثيرا هم الذين الآن يوضعون في الاتهام. حينما يرفضون التحقيق الدولي هم يريدون لفلفة الأمور، كما نقول هم يريدون، كما حصل في سوريا، في كل مرة كان نظام بشار الأسد حينما يريد أن يتخلص من قضية يعني يقيم لجان وتحقيقات لا تنتهي أبدا إلى شيء. معروف مثلا من قتل رفيق الحريري، ولكن إمكانية تحقيق العدالة هي أمر مستبعد. هل سيستطيعون استمرار التهرب؟ هل سيستطيعون استمرار التهرب من موضوع التحقيق الدولي؟ يعني لأن تصريحات حسان دياب ورئيس الجمهورية ما زالت تؤكد على هذا الأمر، على أنه يمس بالسيادة اللبنانية ويرفضونه.
أي سيادة لبنانية، ولبنان يعني خاضع بشكل كبير الآن بشكل أساسي إلى إيران، يعني عبر حزب الله كان في السابق خاضعا للنظام السوري الموجود، وحينما اضطر النظام السوري تحت ضغط دولي للخروج من لبنان تولى حزب الله المهمة التي كان مكفلا بها النظام السوري في التحكم بمسار السياسة اللبنانية وضبط جميع الأطراف وفق هذا المحور. وبالتالي عن أي سيادة سوى يعني ليس الكلام، كما نتحدث عن سيادة سوريا الآن نتحدث عن سيادة لبنان، هي ورق يعني وحش من ورق ليس له وجود فعلي حقيقي. لكن قناعتي أن النظام السياسي اللبناني بشكله الحالي هو معرض إلى الانهيار، يعني هو جملة تراكمات ليس الانفجار سوى ربما تكون القشة، ولكن قشة كبيرة التي ستقسم ظهر البعير. هناك تراكمات كبيرة، الحراك الشعبي في لبنان ليس وليد هذه اللحظة، ليس جاء بعد الانفجار، منذ سنوات والشارع اللبناني يتحرك. ولكن أيضا يعني ليس علينا أن نكون متفائلين، أضم صوتي إلى صوت ضيفك في الاستوديو، يعني هناك بنية يجب الخروج منها. الطائف اللبناني قد أدى دورا بشكل أو بآخر للخروج من اقتتال مدني وأهلي في فترة من الفترات، ولكنه الآن أصبح معطلا. طبعا هو لم يكن ديمقراطيا بأي معنى من المعاني. نعم، فقط يعني أود منك توضيحا لنقطة واحدة على ذكر موضوع التحقيق. رويترز نقلت عن مسؤول بقصر الإليزي اليوم بأن فرنسا تعتقد بوجود أدلة كافية لافتراض أن انفجار بيروت كان حادثا. هل يعني هذه الاستنتاجات الفرنسية كيف تأتي؟ هل هناك تحقيق ما يجري العمل عليه؟ يعني لنتذكر أن عون قد طلب من ماكرون في أثناء زيارته أن تقدم فرنسا، أن تزود فرنسا لبنان بمجموعة من الصور الجوية، ويبدو أن فرنسا قد اطلعت على الصور الجوية من الأقمار الصناعية في تلك الفترة، وليس هناك ما يشي بأن هناك صاروخ قد ضرب أو أن هناك حادث خارجي مفتعل. ليس هناك صواريخ، ليس هناك قنابل، ليس هناك طائرات، وبالتالي هذا ما يرجح فرضية أو كلام فرنسا اليوم عن حادث يعني قضاء وقدر أو يعني غير ناتج عن قوى خارجية. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ العلاقات الدولية في جامعة السوربون خلدون النبواني، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من باريس. أشكر أيضا موصول لضيفي في الاستوديو الكاتب والصحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين، وأتوجه أيضا بالشكر لضيفي كانوا معي في الجزء الأول من هذه التغطية، دوجا داود الناشطة في الحراك الشعبي من بيروت والصحفية أيضا، والسيد علي حيدر المحلل السياسي كان معنا من بيروت من أمام وزارة كان معنا من أمام وزارة الاقتصاد. إذن مشاهدين أترككم مع هذه اللقطات من وسط بيروت، ومستمرون معكم في التغطية ومع الزميل أصلان بعد دقائق.
I
أهلا بكم مشاهدينا مجددا في هذه التغطية الحية والمباشرة لآخر التطورات في لبنان، نستكملها معكم ونرحب بالصحفي منير ربيع من بيروت. مرحبا بك سيد منير. في البداية هناك أنباء تتوارد عن حشودات أكبر للمتظاهرين، أيضا هناك اقتحام لعدد من الوزارات إضافة لاشتباكات القائمة في محيط البرلمان اللبناني حتى اللحظة. اليوم وكما يبدو هناك تصعيد من المتظاهرين، إلى أين يتجه المشهد؟ ما هي آخر المعلومات لديكم؟ نعم، هي المرة الأولى في تاريخ لبنان التي يقتحم فيها متظاهرون عددا من المرافق العامة أو من الوزارات أو من الإدارة، وبالتالي هذا مفصل أساسي وتحول حقيقي في مسار التظاهرات التي على ما يبدو أنها ستكون مستمرة على الرغم من عمليات الشغب التي أدت إلى تفريق المتظاهرين أو سعت إلى تشتيت المتظاهرين وتقويتهم وممارسة عنف ضدهم أو اندساس بعض المجموعات لدفعهم إلى الخروج، إلا أن ذلك لعبة مكشوفة وواضحة لن تؤدي إلى أهدافها أو لن تصل إلى أهدافها، وبالتالي المسار واضحا ومستمرا في الشارع أن قالوا كلمتهم لا يريدون هذا العهد، لا يريدون هذه الحكومة. في مورد ذلك الحكومة وعهد رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية إلى الاستثمار بكارثة تفجير مرفأ بيروت وبدماء اللبنانيين لأجل الوصول إلى تسوية مع المجتمع الدولي من خلال الإعلان أنهم تمكنوا. لكن سيد منير كان هناك أيضا اللافت في الأمر أن هناك تصريحات لحسان دياب رئيس الحكومة تكلم بإطار أن هناك سيكون محاسبة، سيكون هناك كشف عن الفاعلين، سيكون هناك مجموعة أمور. هذه المطالب من المتظاهرين سيد ربيع، ويتكلم حسان دياب اليوم، هل يمكن أن يسبب تهدئة هذا الكلام من قبل رئيس الحكومة اللبنانية مثلا؟ هو من وجبت محاسبته لأن التقارير رفعت له ولرئيس الجمهورية عن وجود هذه المواد، فمن يريد أن يحاسب هو المفترض أن يحاسب. الحكومة والعهد يعيشان حالة إنكار تام لا يتطابقون مع اللبنانيين. تحدث رئيس الحكومة وقال إنه جاء من رحم ثورة 17 تشرين. طيب هل الذي جاء من رحم هذه الثورة هكذا يلقى صرخات اللبنانيين، هكذا يتعاطى معها، هكذا يتعاطى مع هذه التظاهرات؟ هذا أمر لا يمكن أن يتطابق مع عقل ولا مع منطق. المسار السياسي واضح، هذه الحكومة تسعى إلى إعادة تعويم نفسها بالاستثمار بدماء اللبنانيين وبالدمار الذي أحيط ببيروت. الأسبوع المقبل سيأتي موفد أمريكي إلى لبنان هو ديفيد هيم لبحث بعض مندرجات التسوية، وهذا ما تعول عليها الطبقة السياسية بمعزل عن مطالب اللبنانيين والمتظاهرين. المسعى الذي سيطرح المبعوث الأمريكي الأسبوع المقبل هو يندرج في أربع نقاط. النقطة الأولى صواريخ حزب الله الدقيقة، ترسيم الحدود، تشكيل حكومة جديدة، وهذه رسالة تلقفها سان دياب وقال إنه أمام القوى السياسية مهلة شهرين لأجل الوصول إلى توافق، وبالتالي مهلة الشهرين هي التي قد تنضج في خلالها مسألة تشكيل حكومة جديدة. أما النقطة الرابعة التي سيبحث بها الموفد الأمريكي الأسبوع المقبل هو إعادة إنتاج تسوية سياسية جديدة بالإضافة إلى مسألة سلاح الحزب وترسيم الحدود ترتبط بإغلاق المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا. طيب هذا بالنسبة أيضا سيد منير، هذا الموضوع بالنسبة للمطالب الأمريكية وأيضا الحديث من قبل فرنسا ومجموعة الدول عن مجموعة الطلبات، لكن اليوم الشارع اللبناني لو نتكلم عنه وهو الشارع الغاضب والذي يقتحم وزارات والذي يقوم بمجموعة إجراءات على الأرض تقابلها مجموعة إجراءات من قبل الحكومة، اليوم إلى أين يمكن أن يصل الشارع اللبناني برأيك؟ اليوم كيف يمكن لبيروت أن تقضي ليلتها؟ كيف يمكن أن ينتهي المشهد في لبنان اليوم مثلا؟ كل مشهد تخريب الذي شهدناه دفع بعض المتظاهرين إلى الخروج من الساحة لن يدفع اللبنانيين إلى التراجع أو التنازل عن طلبهم، بالتالي هذا المشهد سيتكرر أكثر فأكثر. اليوم هناك مناوشات تحصل في وسط بيروت أو أمام البرلمان، هذه المشاهد اعتدنا عليها سابقا، طبعا دفعت بعض المتظاهرين إلى الخروج من الساحة، ولكن اللبنانيون أصبحوا أكثر وعيا حول آلية تعاطي هذه السلطة وهذه الحكومة
معهم ومع تظاهراتهم وكل المساعي التي تقوم بها هذه الحكومة لأجل إجهاض تحركاتهم. هذا المشهد الذي شاهدناه اليوم سيتكرر في الأيام المقبلة ما لم يتم الوصول إلى حل حقيقي وجذري يأخذ بعين الاعتبار مطالب اللبنانيين. أشكرك كثيرا، كنت معنا من بيروت الصحفي منير الربيع. وننتقل إلى وسط العاصمة اللبنانية أيضا، ديالا شحادة نتكلم معها الناشطة الحقوقية. مرحبا بك سيدة ديالا. لو نتكلم اليوم عن التطورات الميدانية حتى اللحظة بحسب ما تشاهدين. يعني التظاهرات مستمرة في وسط بيروت برغم حضور مجموعة من الصبية الذين كانوا يهتفون بهتافات طائفية ومذهبية ويتعمدون التخريب والحق الأذى من جهة بالمدنيين أو الثوار السلميين ومن جهة أخرى بالأجهزة الأمنية. وليس من الواضح بعد بخصوص الإصابة المؤسفة التي وقعت في صفوف الأمن الداخلي من هو المسؤول عن هذه الإصابة وما هي ملابساتها، وإلى حين فنحن نحمل مسؤولية عن أي عنف يقع للأشخاص المنضبطين الذين يتم دسهم ولطالما تم دسهم في المظاهرات المطالبة بالحقوق المدنية والاجتماعية والتغيير. ولقد استعادت استعادت وسط بيروت بعض المواجهات لجهة محاولة المتظاهرين بدخول مجلس النواب بعدما تمكنوا من اقتحام الفندق المجاور له، وهو فندق معروف بأنه استضاف في مناسبات عدة، تحديدا في مناسبات انعقاد جلسات المجلس النيابي خلال فترة التظاهرات وأسدها خلال الأشهر الماضية، استضاف سياسيين ونوابا، وكان بالنسبة للعديد من المثوار الملاذ لهؤلاء النواب خلال مرحلة انعقاد هذه الجلسات. كما دخل المتظاهرون كما علمنا لم نرى ذلك، ولكن رأيناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا خدمة الفيديو لايف لرفاق ثوار يدخلون يقتحمون وزارة الطاقة بشكل سلمي ويعبرون بشكل رمزي عن استعادة الشعب للمؤسسات العامة في مزيد من الإصرار على استقالة هذه الحكومة ومن وقبول من يقف خلفها ومن يمثلها من أشخاص المنظومة السياسية. على كل حال سيدة ديالا سوف أعود إليك لأناقش هذه الجزئيات، لكن أنتقل إلى أرض الميدان مع مراسلتنا من وسط بيروت نور طوق. أرحب بك نور، صفي لنا المشاهدات التي تشاهدينها الآن. نعم، للأسف منذ 10 دقائق كنت أنا على الهواء معكم وكانت هذه الساحة تعج بالمحتجين، ولكن حاليا كما ترون أقدمت الأجهزة الأمنية وعناصر الأمن التابعة للمجلس النيابي برمي كمية هائلة من الغاز المسيل للدموع على الناس، على المتظاهرين وأيضا على الصحافيين. لم نتمكن من من البقاء هنا بسبب الغاز المسيل للدموع، وكما ترون الآن الساحة فرغت نهائيا في وسط بيروت من المتظاهرين. للأسف كان هناك إصرار منذ ساعات التجمع الأولى، كان هناك إصرار بالبقاء وكان هناك إصرار ب عدم الخضوع للعنف الممارس من قبل الأجهزة الأمنية ومن قبل حرس مجلس النواب. ولكن في هذه الدقائق الأخيرة منذ ربع ساعة تقريبا أقدمت الأجهزة الأمنية على رمي كمية هائلة من الغاز المسيل للدموع. حاليا الناس هربت وحتى التظاهرة فضت بشكل ما، لم يعد هناك تجمع كبير للناس، هربت كلها باتجاه تقاطع الصيفي في وسط بيروت. للأسف هذا المشهد حاليا. نعم نعم نور، إذا نشاهد معك أن المظاهرات ليست كما كانت كما تذكرين، لكن لو نتكلم بما أنك كنت موجودة في الساحة، لو تعطينا لمحة عن المصابين. نعم. كيف كان شكل الاشتباك بين قوات الأمن والمتظاهرين؟ جراء نعم تفضل.
يعني جراء رمي هذا العدد الهائل من الغاز المسيل للدموع، يعني شهدت الساحة هنا حالات اختناق كثيرة للمتظاهرين، والصليب الأحمر لم يتمكن من الدخول لنقل المصابين بالاختناق بسبب كمية الغاز التي رميت. يعني هناك كان عدد كبير من الأشخاص الذين رميوا أرضا بسبب الغاز المسيل للدموع، لم يتمكن الصليب الأحمر من نقلهم أو من تقديم الإسعافات لهم. يعني حتى حاول بعض هنا الصحفيون والمصورون من نقل هؤلاء الأشخاص إلى الصليب الأحمر بسبب الوضع الفوضى التي حصلت منذ قليل هنا. أود أن أشير أيضا إلى نقطة مهمة جدا يعني لاحظناها، هناك عناصر أمنية بلباس مدني كانت يعني تدخل بين الناس وتحاول رمي القنابل المسيلة للدموع عن قرب. يعني الناس لم تخف من هذه العناصر لأنها اعتقدت أنها من الشعب، لأنها يعني بسبب اللباس المدني كانت بين الناس، وأيضا يعني حوصروا الناس في شارع محدد، يعني تم رمي الغاز المسيل للدموع لحصرهم في شارع محدد، وعند حصرهم في هذا الشارع رميت يعني قنابل، عدد كبير من القنابل، مما أدى إلى هذه الحالات من الاختناق وأدت إلى فض التظاهرة التي كانت منذ قليل. طيب في قلب المكان الذي تتواجدين به نور، المظاهرة انتهت والاحتجاجات انتهت كما نشاهد، لكن هل هناك أي تجمعات في أماكن قريبة مثلا؟ يعني حاليا يعني الناس تشتتت بشكل كامل، ليس هناك تجمعات في هذه يعني في هذه المنطقة، لأن عناصر الأمن متواجدون خلفي، يعني هم منتشرون خلفي، وحتى كما ترون رجاء زميلي صور للرجال الأمن بالمدني هناك كما ترون خلفي، يعني رجال الأمن بلباس مدني يقفون على مركباتهم، وأيضا يعني هناك يعني رجال أمن يمشون خلفنا يعني ليضبطون ما نتكلم به، يعني هناك نلاحظ كيف ينظرون إلينا حين نتكلم عنهم. هناك قمع لهذه التظاهرة، مع العلم أن المتظاهرين حين وصلوا إلى وسط بيروت أكدوا أنهم لا يريدون العنف، لا بل يريدون مظاهرة لرفع مطالبهم ولمحاسبة كل من كان مسؤول عن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى. ولكن الأجهزة الأمنية، القوى الأمنية بدأت بالعنف منذ اللحظات الأولى، بدأت برمي يعني الغاز المسيل للدموع، الرصاص المطاطي والرصاص الحي أيضا من قبل رجال الأمن في مجلس النواب التابعين لنبيه بري لتفرقة المتظاهرين. اليوم يعني حاليا كما ترون المشهد عاد إلى يعني الهدوء، تشتت المتظاهرون، هناك مجموعات في كل الشوارع يعني متشتتة، لم يعد هناك تجمع كبير حاليا. ولكن حينما كانوا يهربون سمعنا بأنهم سيعودون حين تهدأ قليلا الأوضاع، المتظاهرون سيعودون إلى هنا وسيجددون يعني احتجاجهم ويرفعون مجددا ما كانوا يطالبون به، محاسبة السلطة الحاكمة. أيضا يعني لمست هذه الجزئية تحديدا نور، ولم يكن هناك أي استجابة مثلا، كان هناك لحديث لرئيس الحكومة حسان دياب، كان هناك تصريحات لمسؤولين لبنانيين عن موضوع التهدئة في الشارع، عن موضوع الاستجابة للمطالب التي يرفعها المتظاهرون، لم يكن هناك أي صدى لهذه التصريحات من السياسيين اللبنانيين في الشارع عندما كنت تتواجدين؟ عفوا لم أسمع الجزء الأخير من السؤال. كنت قد سألتك نور أن التصريحات من قبل المسؤولين اللبنانيين، خصوصا تصريحات حسان دياب التي أدلى بها أثناء التظاهر، هل لاقت أي أذان صاغية من المتظاهرين أم كان فقط خروجهم من الساحة بسبب القوة المستخدمة من الأجهزة الأمنية؟ يعني أولا كان التركيز على هذه القوة المستخدمة من الأجهزة الأمنية، لم يسمحوا للناس بالتظاهر كما كانوا ينون. بالإضافة إلى ذلك حسان دياب اليوم رئيس مجلس الوزراء خرج وأعاد الكلام الذي منذ وصوله إلى سدة رئاسة مجلس الوزراء يلقيه على الناس، الشعب اللبناني. اليوم الشعب اللبناني فاقد الثقة بكل هذه السلطة الحاكمة، برئيس مجلس النواب، برئيس مجلس الوزراء، برئيس الجمهورية. يعني اليوم منذ ثورة انتفاضة 17 يعني منذ انتفاضة 17 من تشرين الأول
سمعنا شعارات، يعني رفعت شعارات عديدة، ولكن اليوم الشعار الذي سمعناه بكثرة هو الشعار المندد برئيس الجمهورية ميشيل عون، باستقالة رئيس الجمهورية ميشيل عون. يعني اليوم المتظاهرون يحملون جزء كبير من المسؤولية للرئيس ميشيل عون بما وصلنا إليه اليوم، بما وصل إليه هذا البلاد اليوم، يعني يحملونه المسؤولية بالتحالف الذي أقامه مع محور حزب الله والتيار الوطني الحر، الذين يعني لا يعملون لمصلحة الشعب ولمصلحة لبنان بل لمصلحة الدول الخارجية على يعني بحسب قول المتظاهرين. يعني طيب نور، لو نتكلم أيضا على جزئية صاغية، يعني كما نعم لاحظنا لو تعطينا بعض المعلومات أيضا عن موضوع اقتحام الوزارات الذي تم منها وزارة الطاقة. نعم، يعني اليوم سبب العدد الكبير من المتظاهرين، تمكن المتظاهرون من اقتحام الوزارات، يعني بدأت العملية باقتحام وزارة الخارجية، من ثم اقتحمت وزارة الداخلية بوجود عمداء وضباط متقاعدين من الأجهزة الأمنية، إن كان جيش أو قوى أمنية، اقتحموا هذا المبنى وأكدوا من داخل هذا المبنى أنه اليوم تحول إلى مركز للثوار ولثورة 17 من تشرين الأول. بالإضافة إلى أيضا يعني توجه عدد من المتظاهرين إلى مبنى وزارة الاقتصاد ووزارة البيئة وأيضا وزارة الطاقة. اليوم هناك نقمة كبيرة للشعب اللبناني تجاه وزارة الطاقة ووزير الطاقة الحالي والسابق، بسبب يعني بسبب ما شاهدناه في الفترة الماضية من انقطاع في التيار الكهربائي، من سرقة المازوت ومن تهريب المازوت عبر المعابر غير الشرعية إلى نظام الأسد. لذلك كان هناك تصميم وأصرار لاقتحام وزارة الطاقة، وبالفعل اليوم تمكن المتظاهرون من اقتحام الوزارات بسبب يعني الإصرار الذي سبق وذكرناه على البقاء في التظاهرة. ولكن كما يعني كما ذكرت، الأجهزة الأمنية في الدقائق الأخيرة تصرفت بعنف شديد جدا مع المتظاهرين، إن كان في الوزارات التي اقتحموها أو إن كان هنا في ساحة الشهداء، حيث يعني عملت عناصر الأمن بشكل كبير ومشدد لفض هذه التظاهرة التي بدأت بسلمية ولكن لم يسمحوا لها بالإكمال بسلمية. يعني المتظاهرون حاولوا الدفاع عن أنفسهم، لأن يعني رميوا بالغاز المسيل للدموع ورميوا بالرصاص المطاطي وبالرصاص الحي. طيب نور، أيضا لو نتكلم عن مواجهات جسر الرينا تحديدا، كيف جرت؟ كيف بدأت؟ ما هي الأطراف المشاركة بها بين من ومن؟ نعم، يعني اليوم على جسر الرينج هذه باتت محطة ثابتة، يعني نشهد كل مرة في كل تظاهرة هذا الإشكال على جسر الرينج. جسر الرينج يعني هو مقابل الخندق الغميق، منطقة الخندق الغميق التابعة لحزب الله ولحركة أمل. هؤلاء يعني بسبب الخنوع السياسي وبسبب يعني هم تابعون لحزب سياسي لا يمكن التحرر منه، لذلك يتبعون سياسة واستراتيجية يعني دائمة في الوقوف في وجه المتظاهرين، وهي عبر إخافتهم وعبر الهجوم عليهم ورميهم بالحجارة. ويعني نلاحظ بشكل دائم أن الأجهزة الأمنية لا تحاسب هؤلاء على فعلتهم، ولذلك هم يفعلون ذلك مرارا وتكرارا، لأن ليس هناك من يحاسبهم على هذه الأعمال. يعني يتعرضون للمتظاهرين يتهجمون عليهم وليس هناك من يدافع على المتظاهرين. مناصرو حزب الله ومناصرو حركة أمل يقومون يعني بشكل دائم ومستمر بهذا الهجوم على المتظاهرين لمنعهم من رفع هذه الشعارات، خصوصا أن اليوم المتظاهرون رفعوا شعارات يعني منددة برئيس الجمهورية ومنددة أيضا بحزب الله وبحسن نصر الله، يعني ورموا كل المسؤولية عليه، يعني متهمين إياه بأنه هو من خزن هذه المواد 2750 طنا من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، وأن تخزين هذه المواد تعود يعني لمصلحة لحزب الله. طيب هل كان هناك نور اليوم رصد لأي تصريحات مهمة لمسؤولين سياسيين أيضا كان لها صدى معين بالشارع يختلف عن تصريحات حسان دياب مثلا، من رؤساء أحزاب، من قادة للمجتمع اللبناني؟ يعني منذ قليل صدر عن السفارة الأمريكية في بيروت تصريح
ذكرت فيها أن الشعب اللبناني عانى أكثر من اللازم ويستحق أن يكون لديه قادة يستمعون إليه ويغيرون مساره للاستجابة للمطالب الشعبية بالشفافية والمساءلة. وأيضا يعني أكدت السفارة في بيانها دعمها للشعب اللبناني في حقه في الاحتجاج السلمي. هذا التصريح منذ قليل صدر عن السفارة الأمريكية ولاقى يعني نعم نور، هل تسمعينني؟ نور، للأسف يبدو أننا فقدنا الاتصال مع نور طوق. على كل حال شكرا جزيلا لك، سنعاود الاتصال بك لاحقا. وأنتقل إلى ضيفي هنا في الاستوديو السيد عبد الرحمن. السيد عبد الرحمن أرحب بك. السيد عبد الرحمن صلاح الدين الكاتب والصحفي اللبناني، أهلا وسهلا بك. يعني نقلت لنا مراسلتنا صورة من قلب الحدث، الآن لم يعد هناك مظاهرات أمام مبنى البرلمان اللبناني، لكن الصليب الأحمر في خبر عاجل وردنا الآن أن الصليب الأحمر يتكلم عن إصابة 200 شخص من المتظاهرين في بيروت على الأقل. إذن مشاهدينا نقول لكم هذا الخبر العاجل، الصليب الأحمر يتكلم عن إصابة 200 شخص على الأقل من المتظاهرين في بيروت. أبدأ معك أيضا من ما قالت المراسلة على الأرض زميلتنا نور طوق بأن هناك لا يوجد أي تظاهرات بعد فضها من قبل الأجهزة الأمنية، إضافة إلى هذه الأرقام. يعني نحن الآن نتكلم عن 200 شخص مصابين خلال ساعات اليوم، هذه الأرقام وهذا المشهد اليوم في لبنان كيف تنظر إليه؟ نحن اليوم أمام مشهد غضب. يعني ما حصل الآن في التظاهرات تم فضها في بعض الأحياء هي عملية كر وفر. ما حصل اليوم بعد الظهر الأعداد الغفيرة التي نزلت رغم أن الكثيرين وربما أنا منهم لم نكن نتوقع أن اليوم تنزل الناس بهذا العدد، على اعتبار أن الكثيرين لا يزالون يعني مشغولون بلملمة جراحهم وبدفن موتاهم. لكن رغم ذلك نزل الناس، والناس اليوم رفعوا مستوى المطالبة أكثر من الموجة الثورية الماضية في تشرين، بمعنى أنه هذه السلطة كل مرة تسوف ونمر أمام موجة ثورية ثم تخبو ثم كأنها تأتي موجة ثورية بشعارات أعلى ومطالب أعلى. اليوم أيضا أعداد المصابين سيد عبد الرحمن ألا تزيد مثلا الاحتقان الشعبي وتجعل موضوع التظاهر يزداد أكثر؟ ألم تحسب الحكومة اللبنانية مثلا هذه الحسابات؟ يعني العنف، المعاملة بالعنف من قبل الشرطة هو سيزيد حدة التظاهرات ولن يؤدي إلى تخفيفها، لكن هي الخطورة هي محاولة إشعال الفتن الطائفية عبر إرسال بعض المحسوبين على بعض الأحزاب وإظهار الموضوع وكأنه يعني هناك طائفة مستهدفة أو استهداف من طائفة لطائفة أخرى. بدأ هذا الموضوع اليوم يتم الحديث هذا ما حصل على جسر رين كما ذكرت المراسلة، أن بعض المحسوبين على حزب الله وحركة أمل نزلوا بشعارات طائفية إلى المنطقة والجيش منعهم من الوصول إلى المظاهرات. لكن هذا رأيناه في الموجة الثورية السابقة العام الماضي عندما أكثر من مرة أنصار حزب الله وحركة أمل تحديدا نزلوا بشعارات طائفية مقابل الشعارات الوطنية التي كانت تطلق من قبل التظاهرات. طيب ألا يشكل هذا الموضوع بصراحة حالة غريبة، خصوصا أن الحدث هو حدث كان مؤذي للبنان، هو لا يستهدف طائفة محددة. نعم. هو انفجار أدى إلى أعداد كبيرة من الضحايا، أدى إلى كارثة إنسانية. صحيح. كبيرة. هذا الأمر أليس واضحا مثلا لأغلب اللبنانيين؟ الطبقة السياسية اللبنانية دائما يعني تتحصن بالشعارات الطائفية وبكل فترة ترمي لنا فتنة طائفية لتضمن لنفسها استمرار الوجود على السياسة على الأرض. الطبقة السياسية الموجودة الآن في لبنان هي طبقة سلطوية بحتة لا تملك حتى برامج سياسية. نحن منذ زمن بعيد جدا لم نسمع حوار سياسي ونقاش سياسي حقيقي في لبنان. كل النقاشات وكل المشاكل السياسية في لبنان هي عبارة عن من يعين من وكم وما حصة فلان في التعيينات الفلانية وما حصة فلان في الشركة الفلانية وما حصة الحزب الفلاني في الصفقة الفلانية، وبالتالي أصبحت أحزاب سلطوية مطلقة السلطوية لا تفكر إلا في عملية المحاصصة، إلا في عملية تقاسم هذه الكعكة المسميات لبنان، وبالتالي الشعب اللبناني بات مدركا لهذا الموضوع. لكن هذه الأحزاب حتى لهذه اللحظة لا تزال تتحصن بالشعارات الطائفية، كل فترة يحاولون إفشال أي حراك شعبي ممكن عبر إشعال نزاعات طائفية تحاول إشعالها. يبدو أن هذه المرة فشلوا أكثر مما سبق، يعني حتى الجيش منعهم ويبدو أنه لم يستطيعوا حتى تأمين مجموعة كبيرة من أنصارهم لكي كما حصل في التظاهرة السابقة، لأن فعلا الجميع تأذى، الجميع في 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 هذه المأساة اختلط الدم اللبناني مع بعضهم. طيب أين يمكن أن يقف الجيش؟ بما أنك ذكرت الجيش اليوم وهناك حديث أيضا أنباء تتوارد عن
تعزيزات عسكرية للجيش. الجيش اللبناني نحن نريد أن نقارن بين ما حصل اليوم وبدأ يحصل اليوم تحديدا وما حصل في تشرين الماضي. في تشرين الماضي ما حصل أن الجيش لفترة جيدة قام بحماية المتظاهرين من الشبيحة ومن محسوبين على الأحزاب، رغم أن تم الضغط عليه بسياسة. استمرت هذه الحماية لبضعة أسابيع، ثم الجيش نفسه هو من تولى فتح الطرق في لبنان. اليوم يبدو نحن أمام نفس السيناريو، بمعنى على الأقل على المرحلة الأولى الجيش اللبناني يبدو أنه يريد أن يتولى حماية المتظاهرين من المحسوبين على الأحزاب، لأن المواجهة مع قوى الأمن يقع فيها جرح، يحصل فيها استعمال عنف، لكنها لا تهدد لا سمح الله الانتقال إلى مرحلة عنف أهلي أو حرب أهلية. بينما حصول مواجهة بين موالين الأحزاب والمتظاهرين، مواجهة حقيقية ودموية، ربما قد تدفع إلى إمكانية حصول حرب أهلية، وهذا ما يتعهد به الجيش اللبناني حتى اللحظة بمنع حصول مواجهة بين المحسوبين على بعض الأحزاب وبين المتظاهرين. يعني حتى الآن لا يوجد مؤشرات أن يدخل لبنان في هذا الموضوع. أريد أن أنتقل إلى ضيفنا من باريس، نرحب به، خلدون النبواني، أستاذ في العلاقات الدولية في جامعة السوربون من باريس. أرحب بك مجددا سيد خلدون. أنباء تتوارد اليوم، كانت مراسلتنا تتكلم منذ قليل من قلب لبنان وتتكلم من وسط العاصمة من قرب مجلس النواب. لم يعد هناك تظاهرات كما كانت منذ قليل، وهناك بعض المواجهات وهناك بعض التصريحات الطائفية. هل يمكن اليوم لبنان أن يدخل بمواجهة تختلف عن الهدف الأساسي الذي خرج به المتظاهرون مثلا برأيك؟ يعني أنا قناعتي أن الانفجار الذي حصل لم يحصل فقط في ميناء أو مرفأ بيروت، وإنما هو انفجار في النفوس، هناك انفجار شعبي حقيقي. الأمر ليس وليد اللحظة مرة أخرى، هناك تراكمات كثيرة مر بها لبنان واللبنانيون. هذا النظام مرة أخرى لا يمكن له أن يعيش أو أن يستمر على قيد الحياة، انتهت صلاحيته، انتهى مفعوله، يعني يجب الخروج من هذا النظام الآن. لكن ما هو البديل؟ يعني الكلام دكتور، يعني دائما أن هذا النظام، وهناك حديث دائما عن شكل اتفاق الطائف وعن التفاهمات بين الأطراف السياسية في لبنان. طيب اليوم البديل الواقعي بالنسبة لشكل الاتفاقيات في لبنان كيف سيتم؟ كيف يمكن للمظاهرات اليوم وغضب الشارع أن يشكل بديلا سياسيا؟ البديل ممكن، البديل ممكن، وهو بالخروج من نظام المحاصصة الطائفية. الطائف لم يعد ممكنا أن يحيا رغم قوته، لا يزال لحد الآن هناك الحضور الطائفي القوي، هناك أحزاب طائفية، تكتلات سياسية طائفية، تعيينات سياسية، دستور طائفي للبنان. والطائف لم يكن سلبيا بالكامل حين تم يعني إيجاده أو التوافق عليه، كان هناك ضرورة للخروج من الحرب الأهلية. الآن الطائف سبب في إذكاء نار الحرب الأهلية، في إشعال لبنان أهليا، وبالتالي آلية الخروج هو فعلا يعني باراديغم شيفت، إذا استخدمت هذا المصطلح. يجب الخروج بالكامل من هذا الوضع، هناك يجب التوقف عن المحاصصة، كتابة دستور جديد، عقد اجتماعي حقيقي جديد ما بين اللبنانيين لا يتم التعيين فيه أو الانتخاب أو التوافقات السياسية على محاصصات طائفية، وإنما على أساس المواطنة. طبعا هذا الأمر لا يأتي بين يوم وليلة، القوى الفاعلة الطائفية كثيرة، التدخلات الإقليمية والدولية كثيرة التي تدعم هذه الطائفة أو تلك، حتى فرنسا بشكل أو بآخر يعني هي تدعم المسيحيين، الموارنة، مدارس اللاييك إلى ما هنالك. وبالتالي هناك ضرورة حقيقية، وهذا بنظري متوفر الآن لدى جيل شاب ينزل إلى الشارع ويعبر عن كلهم، يعني كلهم بمعنى آخر، أن هذا الهرم الطائفي الآن قد تداعى، على وشك أن يتداعى، وإذا لم يتم الخروج منه فهو اشتعال لبنان. بتصوري الآن الأمور ذاهبة إلى حد من مزيد من التدهور الأمني بشكل كبير ما بين ماذا تقصد تحديدا الحكومة؟ يعني مثلا حرب بأي شكل؟ حرب أهلية، حرب نفوذ، حرب سياسية بين الأطراف التي تتقاسم السلطة في لبنان مثلا؟
هي قائمة على الحرب السياسية بشكل أساسي، موجودة على قدم وساق. الحرب ما بين المجتمع والدولة هي القائمة. الآن لا توجد بدائل بكل أسف، ليس كما ذكرتم قبل قليل، لا يوجد هناك بدائل أو ممثلين لحراك مدني يمكن يعني استمرارهم، لأنه يتم تشويههم كل مرة من قبل الطبقة السياسية الحاكمة والجماعات الطائفية، وليس هناك مشاريع لدى الطبقة السياسية اللبنانية، وبالتالي هذا يمكن أن ينهار، يمكن أن يشتعل، يمكن أن ينتهي إلى حروب طائفية هنا وهناك، إلى حرب مدنية، يمكن أن ينتهي إلى الوضع السوري بشكل أو بآخر. وبالتالي الأمور الآن فعلا هشة، وهي ما قبل انفجار يعني مرفأ بيروت أو ميناء بيروت كانت هشة. كان حتى حينما زارت فرنسا يعني وزير خارجية فرنسا جان إيف لدغيان حينما زار بيروت، كان هناك تحذير من قرب انفجار هذا الوضع. الآن يأتي انفجار الميناء ليشعل هذا الوضع، وبالتالي هناك حتى لو استطاعوا اليوم الجهاز الأمني ضبط هذه المظاهرة، ستخرج غدا بعد غد أسبوع. المظاهرات لم تتوقف في الفترة الأخيرة في بيروت، تتوقف حينا بسبب القمع، ولكنها تعود لأن هناك مليون سبب لدى اللبنانيين الآن لينزلوا إلى الشارع. السرقات لا تزال قائمة، المحاصصات لا تزال قائمة، لا يوجد أي إصلاح حقيقي، الساسة اللبنانيين لم يعد لديهم مصداقية، يعني حتى طيب. محاولة تقديم يعني إبر تخدير أو كلام معسول غير ممكن، لم يستمع بتصور اللبنانيين لكلام دياب سوى ليزيدهم رغبة بالنزول إلى الشارع. محاولة نصر الله تهدئة الوضع أو إبعاد التهمة عنه لا تنجيه. هناك حقد حقيقي تكون، وهو حقد مشروع من قبل اللبنانيين الذين تم تفقيرهم وإفقارهم من قبل هذه الطبقة الطمة السياسية، يعني شرخ كبير تتحدث يعني وتقصد تحديدا دكتور خلدون أن هناك شرخ كبير بات واضحا ينفجر بأي لحظة بين الشارع اللبناني والشعب اللبناني والطبقة السياسية. أنتقل مرة أخرى إلى بيروت مع الناشطة الحقوقية ديالة شحادة. يعني سيدة ديالة مراسلتنا تكلمت عن أن فضل احتجاجات تم وكان هناك استخدام لكميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع، إضافة إلى أن الصليب الأحمر تكلم عن ارتفاع أعداد المصابين إلى أكثر من 200 حالة. لماذا تقوم الحكومة اللبنانية وأجهزة الأمن اللبنانية بهذا الاستخدام المفرط للعنف؟ هل هذا هو الحل لمواجهة حراك الشارع برأيك؟ سيدة ديالة هل تسمعينني؟ على كل حال يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، سنعاود الاتصال بك ديالة إشحادة الناشطة الحقوقية، كنت معنا من بيروت. أعود إليك دكتور عبد الرحمن. سيد عبد الرحمن أتكلم معك بذات السؤال، اليوم نحن أمام معادلة محددة، هناك استخدام كبير للعنف من قبل أجهزة الدولة اللبنانية بحسب ما يصف المراقبين وبحسب وصف شهود العيان، إضافة إلى المعلومات الواردة، إضافة إلى المعلومات الأساسية التي تتكلم عن إصابة أكثر من 200 مواطن لبناني بهذه الاحتجاجات. هذه الآليات التي يتم اتباعها، من هي الأجهزة التي تقف خلفها مثلا بشكل مباشر غير الأجهزة الأمنية؟ هل هناك آليات محاصصة سياسية ممكن أن تقف خلفها يعني كما ذكر الدكتور خلدون من يعني فرنسا؟ وزارة الداخلية هي مسؤولة عن هيئة مكافحة الشغب وعن القوى الموجودة، شرطة مجلس النواب تتبع رئيس مجلس النواب بشكل مباشر أي نبيه بري، وأيضا موجود الجيش. اليوم المواجهات كانت مع شرطة مجلس النواب ومع القوى التابعة لوزارة الداخلية، وبالتالي الى يعني يبدو الجيش حتى الان شبه محيد عن 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 الزج بهذا الاتون. لكن كما تعلمنا سابقا المظاهرات لن تستطيع قوى الشرطه ان تمنعها، ستزداد ربما سخونه في المقبله، ربما سيطلب من الجيش التصرف تجاهها. وهذا ما كنا نتكلم عنه، واستحضرت مجموعه من الامثله كيف يمكن ان يكون دور الجيش في المستقبل. نحن اليوم شهدنا المرحله الاولى، الرهان بتقديري ان الجيش سيتخذ موقف غير عدائي تجاه المظاهرات، وسيحاول حمايتها على الاقل من ان تنزلق الى مواجهات طائفيه. هذا هي الخطوره الكبرى التي وللاسف الكثير من الاحزاب اللبنانيه تحاول جر الحراك اليها،
وبهذه يعني النقطة تم التكلم عليها. ما هي مصلحة الأحزاب اللبنانية غير البقاء مثلا في موضوع السلطة؟ لكن اليوم ممكن أن يذهب البلد إلى معركة كبرى، إلى حرب أكبر من الوضع الحالي. هناك أحزاب لبنانية ترى أن استمرار الوضع على ما هو عليه هي المستفيد. أي تغير في الوضع القائم يعني أنها ستخسر المزيد من نفوذها. الوضع القائم يعني وبكل صراحة حزب الله اليوم يملك أكثر مما يستحق في لبنان. هو يملك إضافة إلى ثقله السياسي، يملك ثقل عسكري، يملك حلفاء ربما لن يكرروا يدعمونه في كل شيء، يملك حكومة شبه مسلمة له في السياسات سواء الحكومة الحالية أو حتى حكومة الرئيس سعد الحريري سابقا. وبالتالي الوضع السياسي والأمن القائم الآن في لبنان هو ربما أفضل ما يمكن أن يحصل عليه حزب الله، وهو غير مستعد ربما للتفريط بذلك. لذلك نحن نرى أن سواء ما حصل الآن أو ما حصل قبل 10 أشهر، من تصدى بشكل أساسي لهذه التحركات هو حزب الله قبل غيره. وبدرجة ثانية أتى الرئيس عون وحزبه، وبدرجة ثالثة أتت الأحزاب الأخرى. وبالتالي حزب الله يعتبر أن هو المعني الأول والأساسي مواجهة هذا الحراك، يعتبر ويفسر أن هذا الحراك أنه نوع من الاستهداف الدولي له، نوع من المؤامرة الكونية ضده. والغريب أنه يفسر كل شيء بنظرية المؤامرة إلا موضوع الانفجار الذي حصل في بيروت مؤخرا، يعتبره انفجار عرضي حتى رفض هو يعتبره حدث قضاء يعني وقدر. يفسر كل شيء في هذه الحياة على أنه مؤامرة. ثم عندما تأتي ما يمكن أن يشك على أنه مؤامرة يقول لنا لا، إسرائيل بريئة منه ولم يوجد شيء، مجرد شحنة وانفجرت لأخطاء عادية، خطأ بشري. وبالتالي هذا يفسر فعلا أن حزب الله يتخوف من أي حراك في الشعب، يتخوف أن قلب الحالة السياسية الحالية يعني خسارته أو على الأقل يعني خسارة العديد من المكاسب التي هو لا يريد أن يفرط بها. لكن كل أحزاب لبنانية ليس فقط حزب الله. اليوم ما يحدث في الشارع اللبناني ان تطور وتصاعد. يعني من الواضح أن الشارع اللبناني لن يستجيب لموضوع أن يقمع من قبل أجهزة الأمن، هذا واضح من خلال التحركات. اليوم إن استمرت الأحزاب بالسياسات التي تتكلم عنها، ألا يجر لبنان إلى مشكلة أكبر لا يمكن أن تنتهي مثلا حتى تنعكس على الأحزاب نفسها؟ هو الواضح أن الحلقة الداخلية اللبنانية هي عاجزة عن إيجاد مخرج، يعني لا يوجد حل، هم لا يفكرون بحل معين، يعني حل داخلي. الأحزاب تراهن وكما راهنت سابقا على أن الناس ستتعب والناس ستعود إلى بيتها وبالتالي تنتهي الأمور، والناس تراهن أو العديد من الناشطين يراهن على أن هذا الموضوع لا يتوقف عند مظاهرة أو اثنتين أو ثلاثة، وأنه لابد من الضغط. والحقيقة الواقع أن أغلب الناس ينزلون أصلا بدون تخطيط، يعني هو نوع من ردة الفعل التلقائية على ما يحصل. الناس هي فعلا مضغوطة بحياتها اليومية بشكل لا يطاق، ليس حتى فقط من الانفجار، من قبل الانفجار العملة المحلية خسرت 80% من قيمتها، معدلات البطالة وصلت إلى 35% على أقل تقديرات، معدلات الفقر أصبحت أرقام قياسية في تاريخ لبنان. لبنان اللبناني الآن يعيش عصور يعني صعوبة ربما لم يعيشها منذ مجاعة 1914، يعني حتى في الحرب الأهلية لم يكن المواطن اللبناني مضغوط معيشيا واقتصاديا إلى هذا المستوى. بالتالي هناك رهانين في البلاد، رهان تقوم عليه الطبقة السياسية وإن تبينت في موقفها من اتجاه الحراك، لكنها كلها تقوم على ذات المبدأ، على مبدأ المحاصصة الطائفية القائم، ورهان في الشارع يحركه ربما بعض الشباب المتحمس وبعض الشباب الذي يملك رؤية جديدة على المجتمع اللبناني. هذا ما سوف نتكلم عنه، موضوع رهان الشارع ولا أين يمكن أن يصل. لكن أريد أن أرحب بضيفي من بيروت الدكتور فادي الأحمر، المحلل السياسي من بيروت. مرحبا بك دكتور فادي. اليوم هناك أمر واقع بات موجودا في الشارع، لكن هناك أعداد لضحايا المظاهرات، هناك اشتباكات مباشرة بين الأجهزة الأمنية والشارع اللبناني، هناك اقتحام من قبل المتظاهرين لوزارات لبنانية. اليوم سيد فادي، برأيك إلى أين يمكن أن يتجه المشهد في الشارع خلال الساعات القليلة القادمة؟ هل يمكن أن يكون هناك أي تحرك من قبل الأحزاب السياسية مثلا وأجهزة الحكومة من أجل إيجاد حل فوري لما يحدث يرضي الشارع طبعا؟ مرحبا لك والمشاهدين. يعني أنا لا أتوقع من هذه الطبقة السياسية أن تقوم بأي مبادرة إيجابية اتجاه لترد على إجابة على مطالب الشارع، لأنه من جهة السلطة هي متعنتة، من رئيس الجمهورية إلى الحكومة إلى رئيس مجلس النيابي إلى النواب،
هذا من جهة، من جهة المعارضة أو دعني أقول الأطراف السياسية التي هي خارج الحكم اليوم، هي غير مقتنعة حتى الساعة باستقالتها، خوفا من أن يستأثر بالسلطة حزب الله الذي هو يسيطر على السلطة اليوم، هو الولي، هو ولي أمر هذه السلطة. وقد تقلم بذلك يعني سمير جعجع منذ ساعات في زيارته الأشرفية لبعض الخيام التي تقدم فيها القوات مساعدات للمنكوبين، قال أنه عندما يقتنع وعندما يتأكد من أن هناك عدد نواب كاف لإبطال عمل المجلس النيابي يستقيل. وبالتالي هم يعني مشكلة الأطراف الخارج السلطة هي عدم ثقتهم ببعضهم البعض، جنبلاط، جعجع وسعد الحريري، هذه عدم الثقة لم تسمح لهم بتشكيل جبهة معارضة. وبالتالي ليس هناك من الطبقة السياسية اليوم من يمكنه أخذ المبادرة، يعني أقول إجابة اتجاه مطالب الشارع اللبناني الذي يطالب برحيل هذه الطبقة السياسية. كان هناك مطالب دكتور فادي باستقالة شخصيات معينة بالسلطة السياسية اللبنانية على رأسهم رئيس الجمهورية ميشيل عون، هل يمكن أن يكون هناك أي استجابة بعد هذه التطورات الكبيرة التي حدثت اليوم في الشارع؟ أنا بمعرفتي لميشيل عون يعني منذ العام 1988 لا أتوقع منه الاستقالة، وهو قال بالأمس في دردشة مع الإعلامية أنا لا أتراجع. للأسف أنا أقول أنه أمام هول المأساة، هول النكبة، أمام هول الخطأ المميت الذي كان يعرف به الرئيس ميشيل عون منذ أشهر من خلال تقارير، لا بل منذ سنوات من عندما طرح هذا الموضوع في مجلس وزراء من قبل وزير الأشغال، ومنذ أشهر عندما تقدمت به رفعت إليه أجهزة أمنية وتحديدا جهاز أمن الدولة المقرب له الذي هو جهازه اليوم في الحكم، رفع له تقرير بخطورة هذه المواد ولم يتحرك. بالرغم من ذلك، بالرغم من مسؤوليته، هو يتبرأ من هذه المسؤولية ويقول أنا لا أتراجع. لذلك أنا لا أتوقع من ميشيل عون الاستقالة، عدا هذا، عدا عن ضغط حزب الله عليه كي لا يستقيل، لأن حزب الله حريص على إبقاء السلطة بيده من خلال رئيس الجمهورية ومن خلال حتى الحكومة، ويضغط على الحكومة كي لا تستقيل. أما حسان دياب، يعني أيضا حسان دياب نعرف شخصيته منذ أن سمي لرئاسة الحكومة، أنه هو عنيد، لا يتراجع بسهولة، لا يستكين، خاصة وأنه اليوم هناك بعض الوزراء في الحكومة يعتبرون الاستقالة هي هروب من المسؤولية للأسف، لا يعتبرونها أنه خطوة ديمقراطية أمام خطأ كبير، يتحملون مسؤوليته إما مباشرة أو معنويا كونهم هم اليوم بالسلطة، هم يعتبرون أنه استقالتهم هروب من المسؤولية، وبالتالي هم لن يستقيلوا. لذلك أنا لا أرى أن أمام الشارع سوى الضغط ثم الضغط ثم الضغط. ولو أن اليوم القوى الأمنية استعملت العنف المفرط ضدهم وسقط ضحايا تجاوز العدد 100 واستعملت الرصاص الحي، يعني شرطة مجلس النواب استعملت الرصاص الحي بحسب ما أفادت وسائل الإعلام وسقط الجرح، ولكن يعني أقول أنه اليوم زخم الشارع، الحراك، الثورة آتٍ بسبب الغضب الكبير الذي الموجود عند اللبنانيين من بعد هذه الانفجار النكبة الذي أحدث نكبة في البلاد كلها. وللأسف أمام هذا الغضب لم تتصرف السلطة بحكمة وتستوعب غضب الناس، بل بالعكس كان هناك قرار وأوامر باستعمال العنف ومقابل في وجه هذا المتظاهرين، لذلك رأينا هذا العنف المفرط والقنابل المسيلة للدموع. ولكن رغم ذلك الثوار اليوم كان لديهم يعني أقول خطوات جديدة في حراكهم، وهي الاستيلاء على وزارات، دخول إلى مباني وزارية. في الماضي حاولوا في وزارة الشؤون الاجتماعية، في وزارة الاقتصاد، ولكن اليوم دخلوا إلى وزارة رمزية لها رمزيتها الكبيرة، وزارة الخارجية لها رمزيتها، لأنه هي وزارة مع العهد مع ميشيل عون، نعم، وكان على في حكومتين سابقتين صهر رئيس الجمهورية جبران باسيل هو وزير الخارجية، ولا يزال يتصرف جبران باسيل وكأنه هو الوصي على هذه الوزارة. فأضف إلى ذلك رمزيتها اتجاه العالم الخارجي، لأن لبنان يتصل مبدئيا وحسب الدستور كل دولة تتصل بالعالم الخارجي في الدول بالمؤسسات الدولية من خلال وزارة الخارجية. فبالتالي وهم والذين دخلوا الوزارة يعون ذلك وقد صرحوا بذلك، خاصة وأنهم هم ضباط متقاعدون من الجيش اللبناني
وهي ايضا لها رمزيتها. هؤلاء الضباط هم كانوا مع ميشيل عون عندما كان قائد للجيش، هم حاربوا معه في حروب الالغاء وحروب الدستوريين عندما كان رئيس وزارة انتقالية. فايضا ان يدخل ضباط وعسكر ورتباء متقاعدون من الجيش اللبناني ويحرقون صور ميشيل عون ويرمون بها من درج الوزارة، هذا كله له رمزيته اليوم، وهو الجديد اليوم في الحراك. أشكرك كثيرا فادي الأحمر المحلل السياسي، كنت معنا من بيروت. وأيضا نشكر مراسلتنا نور طوق التي كانت معنا من بيروت، وأشكر أيضا ديالا شحادة الناشطة الحقوقية كانت معنا أيضا من بيروت، وكان دي جي داود ناشطة في الحراك الشعبي أيضا أشكرها كانت معنا أثناء هذه التغطية، وأشكر ضيفي هنا في الاستوديو عبد الرحمن صلاح الدين الكاتب والصحفي اللبناني، شكرا جزيلا لك سيد صلاح الدين. ونشكر أيضا علي حيدر المحلل السياسي ضيفنا من بيروت الذي كان معنا في هذه التغطية، وأشكر توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي ضيفنا من بيروت، ومنير الربيع الصحفي من بيروت أيضا كان معنا، وخلدون النبواني أستاذ العلاقات الدولية في جامعة السوربون كان ضيفنا من باريس. أشكركم جميعا، وشكر دائما لكم مشاهدي تلفزيون سوريا. إلى هنا نصل إلى ختام هذه التغطية، تفاصيل أوفى تجدونها على موقع التلفزيون الرسمي والمنصات على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بألف خير، إلى اللقاء.